أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله عندنا محاضرة عن الـ Coronary Vessels، وهي محاضرة يعني مهمة، لأنه الـ Coronary Heart Disease هو المتسبب الأول Cause of Death، The most common cause of death، أهم أحد أسباب الرحيل عن دنيانا هذه هو الـ Coronary Heart Disease. ولكن عشان ما يبقاش الموضوع يعني شكله من الأول كده في حزن، فتعال ناخد الوجه الآخر للقلب، وهو أنه الحب يتسلل إلى العقل ليفضحه القلب، أو الحب عاطفة عقلية تقاس بنبضات قلبية. يعني القلب مش بس هو مصدر رحيل عن دنيانا هذه، ولكن القلب طبعا مرتبط بالحب، وده شيء جميل. فنتوكل على الله ونبتدئ. ال coronary vessels، فنبتدي بال coronary circulation، وهو من احد زي ما قلنا اهم ال circulation two arteries، لكن مهمين جدا. فالاناتوميكال، نبتدي بالاناتوميكال كونسيدريشن، وده انا عاوز تهتموا فيها فقط من منظور المالتيبل تشويس كويشنز. ويعني كعادتنا بننتقل بنتكلم ارتيريال وكابيلر وفينس، ثلاث نقط في الاناتوميكال كونسيدريشن بتاع اي سيركوليشن. الارتيريال، وي اول نو ان احنا عندنا تو كوروناري ارتريز، والتو كوروناري ارتريز دول طالعين من الساينس، arise from the sinuses behind the cusps of the aortic valve، تحت الكاسب بتاع الاورتيك فالف، at the root of the aorta. يعني بقولها باسلوب اخر، انه اول برانشز بتطلع من الاورطة هو الكورونز، بتغذي القلب، اللي هو بيصدق فيها المثل طباخ السم لازم يدوق. يعني الهارت اللي بيغذي كل الانسجة بالدم هو أول واحد بياخد نصيبه، لأن أول تو برانشز بيطلعوا من الروت اوف ذا أورتا هما التو كوروناري ارتس، من الساينس بيهايند الكاسب بتاع الأورتيك فالف. طيب احنا عندنا هنا مشكلة، إنه إيه اللي يمنع الكاسب إنها تقفل الكوروناري ارتس؟ حاجة اسمها إيدي كارنتس. إيدي كارنتس ده إنه الدم فيه، معنى كلمة ايدي يعني دوامات وانعكاسات للدم، دي بتكيب الفالفز away from the coronary orifices. فما تقلقش، بسبب الايدي كارنتس اللي هي الدوامات والانعكاسات اللي بتحصل في التيار الدم ده، بيمنع انغلاق الكورونري orifices من قبل الكاسبس. نيجي ناخد ان الليفت كورونري artery، وهو الاهم لانه بيغذي الليفت فنتركل، والليفت فنتركل ده عندنا هو الاهم، ولكن غريبه ان هو بيغذي الاتي. تعال اوريك بيغذي ايه بالظبط. تعال نشوف الدياجرام ده، فنلاقيه بيغذي الاتي، بيغذي ال anterior والليفت lateral portion of the left ventricle. يعني left coronary artery بيغذي الانتيرو والليفت lateral portion of the left ventricle، وبيغذي الانتيرو 2/3 of the interventricular septum عن طريق حتى branch اسمه الانتيرو interventricular artery. طيب بينما ال right coronary artery فده supplies most of the right ventricle، معظم ال right ventricle، وبياخد كمان ال posterior wall of the left ventricle و 1/3 ال posterior 1/3 of the interventricular septum. وده في موجود التقسيمة دي في 80-90% من الناس هما بالمنظر ده. وبرغم ان يبدو ان ال right coronary artery هو اللي بيغذي مناطق اكتر، لانه بيغذي كل ال right ventricle والبوستيرور وول بتاع الليفت فنتكل و 1/3 البوستيرور 1/3 اوف ذا انتر فنتريكولار سبتم، ولكن يبقى الارتري الاهم هو الليفت كوروناري ارتري، لانه هو اللي بيغذي ال
left ventricle. واحنا عارفين ان left ventricle ده 3 times as thick as الرايت فنتكل اللي مسؤول عن ضخ الدم في الميجور سيركوليشن اللي هي بنسميها سيستميك سيركوليشن. وطبعا من اهم البرانشز اوف ذا ليفت فنتكل حاجه اسمها اللاد اللي هو الليفت انتيرور ديسندنج برانش، وده اللي بيسموه الويدو ميكر، لان ده لو حصل فيه كومبليت اوكلوجن اولموست اولويز الشخص بيتوفاه الله اللاد، فبيسموه صانع الارامل اللي هو اللاد left ascending left anterior descending branch بتاع left coronary. طيب نستأنف الدراسة بتاعتنا ونقول هل يوجد anastomosis ما بين ال coronary arteries؟ طبعا anastomosis دي هتبقى حاجة لطيفة لو انغلق واحد هيتعوض بالآخر. تعال نشوف ايه الوضع هنا. في anastomosis occur between the cardiac and extracardiac arterioles، بس ده بيبقى موجود فين؟ حوالين الروتس بتاعت البيج فينز ما بين الارتريولز بتاعت الكاردك والاكسترا كارد، وستيل في انستموزس ما بين الكارديك ارتريولز وبعض. بس خد بالك بقى الانستموزس دي ما تسعفناش في حاله السادن اكلوجن، بتسعفنا فقط في حاله الجراديوال اكلوجن. ليه؟ تعال نتفرج. الانستموزس بتوين الكارديك ارتريولز باد انديبت بيعدوا only small particles يعني صغيرة خالص، عادي كمية قليلة من الدم، لكن لو اتقفل vessel بينلارج وبيش بس كده وبيزيدوا in number in coronary artery disease. عندي two situations لانغلاق coronary vessels، وأهم حاجة بتغلق coronary vessels طبعا عارفين هو الاثيروسكليروزيس، تصلب الشرايين، ده السبب الاساسي المين ريزون بتاع الكروناري ارت ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز. تفرق بقى لو حصل سادن اكلوجن انغلاق مفاجئ في وان اوف ذا لارج كروناري ارتريز، السمول انستموزيس بتبتدي تفتح ان سكندز، بس خد بالك لسوء الحظ لا تغذي الا اقل من نصف الاحتياج بتاع القلب، one half the flow needed to keep the cardiac muscle cells alive. الحته اللي بيغذيها الفيسل ده الانستموزيس بيغذي نص الكميه اللي كافيه لهذه المنطقه عشان خاطر السيلز دي ما تموتش، وبتبتدي الانستموزيس دي تنلارج بعد 8 ساعات ل 24 ساعه، وعليه هيحصل اسكيميا ومايكارديال انفاركشن. يبقى في السادن اكلوجن بالبلدي كده الانستموزيس بتفتح لكن لن تسعفنا. ليه؟ لانها المنطقه اللي اتحرمت من الدم وحصلها اسكيميا نقص الدم لا تكفي الا لنص اقل من نص الفلو اللازم لبقاء الكاردك ماسل سيلز الايف. هتنلارج بعد 8 ل 24 ساعه بس خلاص تبقى حصل اسكيميا ومايكارد انفاكشن. هاويفر نكمل القصه، بعد يومين لثلاثة هتبقى الدبل الانستموز دي بس فات المعاد، والنورمال فلو هيحصل in a month بعد شهر. بينما تعال نتفرج على الحاجة الأروع بقى وهي الجراديوال اوكلوجن، لو حصل انغلاق متدرج وهو الأغلب في معظم الناس بتقدم العمر over years. هنا فتح الانستموز عندهم وقت، ده مش هيؤدي الى اكيوت ابيسود اوف كاردياك ديسفانكشن، يعني مش هتتاثر وظيفه القلب. ليه؟ لان الانغلاق متدرج، فتح الانستموز متدرج لكن متمشي مع الانغلاق المتدرج. انما هتبدا المشكله امتى بقى؟ لما كل الكولاترالز كلها تقفل خلاص. ده ايفن الكولاترالز ذيم سيلفز هيحصل لهم اثيروسكليروزيس. طب خلاص يبقى لما نطعن في العمر في الناس اللي هم يعني لا قدر الله واحد عاش عمر طويل ما جالوش اي مرض، عاوزين نعرف ايه النهايه بتاعته؟ انها هتبقى نهايه قلبيه، انه هيحصل انغلاق متدرج في الشرايين في الاوعيه بتاعت الشرايين التاجيه، هيعوضها الانستموزيس لحد ما نخلص الانستموزيس، والانستموزيس نفسها هيحصل فيها اثيروسكليروزيس. ففي الحالة دي الهارت مش هياخد كمية كافية من الدم، وبالتالي هيحصل هارت فيلير، وده الموست كومون كوز اوف هارت فيلير في
في الأولد إيج، يعني الناس اللي هي قدر ليها الخالق إن ما يجيلهاش أمراض الحمد لله وطعنوا في السن إيفنشوالي هيتوفاهم الله من هارت فيلير. ليه بقى؟ لأنه الأنستموزيس فتحت، خلصنا الأنستموزيس وإيف الأنستموزيس نفسها حصل فيه أستروسكروز. يبقى نلخصها، لو صادن إكلوجن الأنستموزيس مش تنقذنا، هيحصل نقص في الدم إسكيميا ومايكارد إنفاكشن، الأنستموزيس لن تنقذنا. إنما لو بتنقذنا وثان جاد لرحمة ربنا في الانغلاق المتدرج، إنها ما بيحصلش أكيوت كاردياك إبسود، إنما تقعد تفتح لتعويض الانغلاق، تفتح تعويض الانغلاق لحد ما يفتحوا كله، وإذن هم نفسهم يحصلهم أثيروسكلروز. ففي العمر المتقدم ما بيبقاش في دم كافي لعضلة القلب ويحصل أكيوت أو يحصل هارت فيلير، وده ذا موست كومن كوز أوف هارت فيلير باي إيجينج. للناس اللي هي معدت من كل الأمراض إيفنشلي هيحصل لها هارت فيلير. طيب نيجي للكابيلاري بقى. في الكابيلاريز لا يوجد نقطة في الام اس كيو مهمة، لا يوجد ظاهرة الفازوموشن في الهارت. واحد يسألني ايه هو الفازوموشن؟ ان احنا قلنا ان في اي وقت في اي حتة في الجسم بنفتح عدد محدود جدا من الكابيلاريز والمعظم منغلق، وبعدين ده يقفل وحاجة تاني تفتح، ده يقفل وحاجة تاني تفتح، دي سموها ظاهرة الفازوموشن. شوية قافلين وشوية فاتحين، وشوية اللي كان قافل يفتح واللي فاتح يقفل، فبيسموها ظاهرة. بص ده بتتحرك اهو، فازو الفيسل فازو موشن. هذه الظاهرة مش موجودة في القلب، وفكر ليه؟ لأن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة اللي بتنقبض من المهد إلى اللحد على طول في حالة انقباض، ما ينفعش نقفل كابيلاريز ليها، فكل الكابيلاريز فاتحة، لا يوجد ظاهرات الفازو موشن. سؤال مسكيبو هام. نيجي للفينس درينج. انا متوقع قبل ما اتكلم ان الفينس درينج ده بتاع كل الجسم بيروح فين؟ طالب قال لي في الرايت اتريوم. وكذا بذكائك تتوقع ان الفينس درينج على الهارت هو كمان معظمه بيروح في الرايت اتريوم. فناخدهم معظم الفينس بلاد اللي جاي من ليفت فينتريكل بيروح الرايت اتريوم عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الكوروناري ساينس، يعني الليفت فنتريكل عن طريق الكوروناري ساينس، وده يمثل 75% من الكوروناري بلاد فلو، لان احنا قلنا ان الليفت فنتريكل هو الاهم. ونفس الكلام معظم الفينس بلاد بتاع الرايت فنتريكل يروح للرايت اتريوم بس عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز. يبقى الليفت فنتريكل عن طريق الكوروناري ساينس، وده معظم الدم 75% من الكوروناري فينس فلو، اما الرايت فنتريكل عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز. طب واحد يسالني الكوروناري بلاد فلو ديورينج ريست قد ايه؟ قلبك حوالي 300 جرام، كنا قلناها في اول محاضره في السيركوليشن، وحتى قلنا الحجم بتاعه قد الهاند فيست قد قبضه الايد، يعني كل واحد يقفل ايده كده يعرف حجم قلبه. كل 100 جرام بياخده ديورينج ريست واحنا قاعدين كده، افتح ودانك، رقم مهم جدا في الام اس كيو، 80 مللتر 80 سنتي لكل 100 جرام ديورينج ريست. طب لو القلب في المتوسط 300 يبقى نضرب 80 في 3 تطلع حوالي كده عشان يبقى رقم اسهل، هو المفروض 240 250 مللتر للقلب ديورينج ريست، وهذا يمثل رقم مهم في الام اس كيو 5% من الكاردياك اوت ده ديورينج ريست. الاعجب والاهم اللي هو الاكسجين اكستراكشن. تفتكر ديورينج ريست الهيموجلوبين بيوصل للهارت محمل بالاكسجين في صوره اوكسيهيموجلوبين. الانسجه العاديه ديورينج ريست بتاخد، فاكر في الريسبريشن، ربع الكميه 25%، انما الاكستراكشن بتاع القلب بيبقى 70-80%. 70-80% من الاكسجين ديورينج ريست بتاخده من الهيموجلوبين. طب لو الهارت اشتغل اكتر واحتاج اكتر، خلاص مفيش فينس اوكسجين ريزيرف، لانه اوريدي ديورينج ريست حضرتك بتاخد 70-80%. يبقى ده اونلي واي ان الهارت يزود الاكتيفيتي ويزود الاكسجين كونسامشن ان احنا نزود الكوروناري بلاد فلو، بيكوز ذير از نو فينس اوكسجين ريزيرف. انه ديورينج ريست الهارت بيستهلك، ده من اهم الاعداد في الام اس كيو، 70-80%. يبقى ما تنساش الارقام دي مهمه. كل 100 جرام بياخده، نشوف مين فاكر، 80 مللتر per minute during rest.
طب الهول هارت 300 جرام ياخد 240 او 250 ملي لترز بير مينيت، وده يمثل 5% من الكاردك اوتبوت. الاهم بياخدوا قد ايه من الاوكسجين؟ 70 to 80%. بمعنى هذا there is no venous oxygen reserve. The only way to increase the cardiac activity, to increase the oxygen consumption by the heart, is to increase the coronary blood flow. ننتقل بقى إلى ال regulation of coronary blood flow. ده موضوع مهم جدا. Regulation of coronary blood flow. أنا عاوز أعلمكم حاجة لطيفة. إني شرحت يا أولاد السيركوليشن كلها. السيركوليشن عبارة عن بايبس فيها فلو، فمعادلة واحدة شرحت بها معظم السيركوليشن، وهي إن الفلو في أي تيوب، وده كلام إحنا عارفينه مش محتاج ندخل كلية الطب، فمش في ثانوي حتى في إعدادي. الفلو في أي تيوب بيعتمد على شيئين: فرق الضغط بين جانبي التيوب P1-P2 اللي هو دلتا بي بريشر جريدينت، ويتناسب طرديا مع هذا البريشر جريدينت. كل ما البريشر جريدينت بين طرفي التيوب زاد، الكوروناري بلاد فلو او الفلو هيزيد. لكن بالعكس، كل ما الريزيستنس بتاعت التيوب زادت، الفلو هيقل. فتصور المعادله البسيطه دي شرحنا بيها معظم السيركوليشن، لان ما السيركوليشن الا فلو في بايبس. الفلو في اي بايب بيعتمد على عاملين: directly proportional to pressure gradient اللي هو دلتا P، و inversely proportional to resistance. فأنا علمتكم لما يجي لك أي سؤال ما تاخدش قرنك ما قريتوش ومش هتعرف تجاوب. فكر، انقل الموضوع من التخصيص إلى التعميم. هو السؤال بيقول لك coronary blood flow، انسى coronary blood وخليها flow. أي flow واي حاجه هتكتبها تاخد عليها نمره. الفلو دايركتلي بروبورشن في اي حته في الدنيا للبريشر جريدينت اللي هو دلتا بي، وانفرسلي بروبورشن تو ذا ريزيستنس. بس انت كده حطيت العناوين الاساسيه وهتاخد نمره. يبقى 100% كورونري بلاد فلو ديبندز على الكورونري بيرفيوزنج بريشر او البريشر جريدينت، وتاني حاجه هيعتمد على الكورونري فاسكولار ريزيستنس. ادي بس العاملين اللي هيأثروا في الفلو. اظن طريقه لطيفه وبإذن الله شيقة في العرض. طيب هنيجي نقول هو البريشر جريديان بين إيه وإيه. هنا بقى النقطة المهمة جدا. بصوا معايا، أنا عامل لكم دياجرام زي ما بقول هي حصاد السنين عشان خاطر تتعلم منها كويس. إن إحنا الدم بيجي من الكورونري من الأورطة ويروح يغذي الفنتكلز. يبقى البريشر جريدينت اللي هو P1-P2 هو فرق الضغط في الأورطة، ده P1، عنه الفنتريكولار بريشر ده P2. يبقى كمية الدم اللي هتندفع في الكورونري من الأورطة للفنتكلز بتعتمد على فرق الضغط في الأورطة عنه في الفنتكل. بس يلاحظ هنا عندنا تو فنتكلز، الليفت فنتكل الضغط فيه بيختلف عن الرايت فنتكل. يبقى الافكتيف بيرفيوزنج بريشر في حاله الكورونري، افتح ودنك، هو الاورتيك بريشر ماينس، افتح ودنك، فينتريكولار بريشر. فينتريكولار بريشر نوت فينس بريشر زي بقيه الاورجانز. يبقى هنا اورتيك ماينس فينتريكولار. فنيجي في حاله الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل احنا الاورتيك بريشر عارفينه وحافظينه صم، ان هو 120 في السيستول و80 في الدياستول. رقم كلنا حافظينه 120 على 80. نيجي بقى الرقم اللي اتصور ان بعضكم نسيه، الليفت فنتكل بريشر فيه بيبقى كام؟ بيصل في السيستول 121، على في الداستول بيبقى زيرو. الاول عاوز اتامل في الرقمين واذكرك باللي قلته في المحاضرات السابقه. واحد يقول لي طب انت ليه ما قربتش البريشر في الليفت فنتكل وقلت ان هو 120؟ ما ينفعش. بص معايا، هو الدم اللي بيندفع في الاورطه جاي من الليفت فنتكل بيدخل الاورطه. مين اللي بيبمب البلاد في الاورطه؟ الليفت فنتكل. يبقى عشان الدم ينتقل من الليفت فنتكل الى الاورطه لازم يبقى الناحيه دي اعلى من الناحيه دي، هنا اعلى شويه، لان الدم بينتقل من البريشر الاعلى للبريشر الاقل.
فالدم جاي من الليفت فينتكل للاورطة، يبقى لازم البريشر في الليفت فينتكل يبقى اعلى قليلا من الاورطة، عشان كده انا قلت البريشر 121. شوف الدقة. طيب during diastole قلنا الفينتكل في الدياستول بيملى من الاتريا، طب البريشر في الاتريا قليل جدا، عشان يملى من الاتريا لازم البريشر في الفينتكل يبقى زيرو، عشان البريشر في الاتريا مينيمال، فاحنا الدم هينتقل من الاتريا الى الفينتكل، يبقى البريشر في الفينتكل during diastole مش 80، دي غلطة مشهورة في الام اس كيو، زيرو زيرو. اما قلتش البريشر في both فينتكل في الدياستول عشان يملوا من الاتريا زيرو، هتاخد زيرو. طيب يبقى نرجع في حالة ال left ventricle، يبقى في حالة ال left ventricle قلنا البريشر في الأورطة 120 على 80، في ال left ventricle 121 على زيرو. يبقى الكورونري بلاد فلو ديورينج سيستول وضعها ايه؟ هنا البريشر 120 وهنا 121، ده العكس، ده انا عندي سالب واحد. يبقى ال left ventricle وهو الأهم، واحد من أهم المعلومات، لا يتلقى دم في السيستول، فرصة ان الليفت فينتكل ياخد دم فقط في الدياستول، لان البريشر هنا في الدياستول 80 وفي الليفت فينتكل 0، يبقى البريشر هنا اعلى من هنا ب 80، يبقى البريشر جريدينت اللي هيعمل كروناري بلاد فلو للليفت فينتكل 80 فقط ديورينج دياستول. دي يمكن اهم معلومة في الكروناري سيركوليشن، ان الليفت فينتكل هو الاهم، بياخد الدم بتاعه اساسا مينلي في الدياستول، لان مفيش بريشر جريديان ما بين الاورطه والليفت فينتريكول بريشر الا في الدياستول، هنا 80 وهنا 0، حتى انا عاملها لك بالالوان بتساعدك، الاحمر مع الاحمر، انما ديورينج سيستول مفيش بريشر جريديان، فالدم بيبقى اساسا في الدياستول. واظن بذكرك دي كان احد الأهميات الثلاثة للدياستول، يعني هو ليه ربنا عمل دياستول؟ واحد عشان الفنتكل يرتاح، to relax to get rest. تاني حاجة الفيلينج من الاتريال فنتكل بيحدث في الدياستول. تالت أهمية الكروناري بلاد فلو، الكروناري بلاد فلو خاصة بتاع الليفت فنتكل بيحدث during دياستول. وأذكرك بحاجة تانية لطيفة في الام اس كيو، ذيس از واي ربنا خلى الدياستول اطول من السيستول. الدياستول لو خدتها في كاردياك سايكل، لو فرضت الكاردياك سايكل 0.8 سكند، السيستول 0.3، انما الدياستول 0.5، يبقى الدياستول في حاله الليفت فينتكل هو اللي بيحصل فيه الفنتريكولار فيلينج. اوعى تنسى القصه دي، دي اهم نقطه يمكن النهارده هنقولها. تعالى بقى نفس الكلام نقوله على الرايت فنتكل، بريشر الرايت كوروناري طالع من الاورطه ورايح للرايت فنتكل. الرايت فنتكل ده بيدق الدم في البلمونري سيركوليشن، بريشر فيها مش عالي، فبيبقى الرايت فنتكل بريشر ديورينج سيستول 25 مليمتر مركوري، وديورينج دياستول برضه عشان يملى من الاتريا زيرو. اوعى تنسى البريشر في الفنتريكل بوث فنتكلز في الدياستول مش 80 زي الاورطه، زيرو الا هتاخد زيرو. تمام؟ طيب يبقى هنا في حاله الرايت فنتكل هيحصل الفلو هنا في السيستول 120 ضغط في الاورطه وهنا 25، يبقى في ديفرنس مقداره 95، وفي الدياستول هنا 80 وهنا 0، يبقى في ديفرنس مقداره 80. يبقى حكايه ان انهي فنتكل بياخد البلاد اساسا في الدياستول تنطبق اكثر على الليفت فنتكل وهو الاهم. الكورونري بلاد فلو تو ذا ليفت فنتكل اوكيرز مينلي ديورينج دياستول، انها في حاله الرايت فنتكل في السيستول الفرق 95 وفي الدياستول الفرق 80. طيب نقطه ثانيه مهمه جدا في الام اس كيو، مين اكتر حته في الوول بيبقى عليها بريشر وبالتالي صعب تاخد دم؟ السب اندوكارديوم اللي هي تحت الاندوكارديوم، عليها البلاد جوه وعامل عليها بريشر جامد، فدي اقل حته بتاخد بلاد سبلاي، عشان كده نقطه في الام اس كيو مهمه جدا. معظم حالات المايكارديال انفاركشن في الدنيا بتحصل في اي حته؟ في السب اندوكارديال ريجون، اهي انا رسمها لك لسببين، انها مور كومبريست، الفيسلز بتاعتها مضغوطه بالبريشر بتاع الفنتكل، and it needs more oxygen، يعني عاوزه اكتر اكشن، واللي بيجي لها اقل بسبب الكومبريشن اوف فيسلز.
تبقى عارف هذا الكلام. يبقى ده اول نقطه في الفاكتورز افكتنج كورونري بلاد فلو، وهي البريشر جريدينت ما بين الاورطة والفنتكل. في حاله الليفت فنتكل قلنا الاورطة ثابت 120 على 80، الليفت فنتكل البريشر 121 في السيستول وزيرو في الدياستول، يبقى ما فيش بريشر جريدينت في السيستول، انما في 80 بريشر جريدينت في الدياستول، يبقى معظم الفلو هيحدث في الليفت فنتكل في حاله الدياستول. انما في الرايت فنتكل 120 على 80 ده الاورطه، طب الرايت فنتكل 25 على 0، يبقى في ديفرنس في السيستول مقداره 95 وفي ديفرنس في الدياستول مقداره 80. يبقى حتى حسب الارقام تتصور انه هياخد اكتر في السيستول منه في الدياستول، ولكن للاذكياء فقط. الكلام ده مش صحيح 100%. ليه بقى؟ لان احنا في النهايه مين اللي هيغذي الماسلز؟ الكابيلري. البريشر في الكابيلريز بيبقى افريج 25 35 في عند الارتيريال اند و15 عند فينس اند، فالافريج 25. تخيل البريشر في السيستول في الرايت فنتكل 25 معادل للكابيلري بريشر، فبرضه فرصه ان الكابيلر تاخد بلاد فلو لما يبقى الفنتريكولار بريشر زيرو، لانه الكابيلري بريشر 25، لما يبقى البريشر في الفنتكل 25 و25 في الكابيلري بيبقى قد بعض، انما مضغوطه الكابيلرز، انما لما يبقى زيرو فرصتها اكتر. فحكايه ان الهارت بياخد اكتر ديورينج داستول لاوائل الاوائل ينطبق بالاكثر على الليفت فنتكل. لكن طالب فاهم قوي قوي قوي، في فلو في السيستول، بس الفلو ده فين؟ في الارتري. لكن هل في دم بيروح اكشوالي في السيستول؟ لا، لان السبلاي بيحصل من الكابيلرز، والفنتريكو بريشر هنا 25 والكابيلري بريشر 25، فبيبقى الفلو قليل قوي في السيستول، موصلي في الدياستول حتى في الرايت فنتكل. وبعدين ده اسئله كتيره بيجي لك ان الحكايه دي عكس كل الاورجنز في الجسم. يبقى بص لي من فضلك، كل الاورجنز في الجسم بتاخد بلاد اكتر في السيستول عنه في الدياستول، لان السيستوليك بريشر اعلى من الدياستوليك. دي جمله مهمه جدا في الام اس كيو، ان اكسبت الهارت، الهارت بالعكس بياخد في الدياستول اكتر من السيستول عكس كل الاورجنز، سبيشالي انهي فنتريكل. هذا الكلام ينطبق اساسا على مين؟ على الليفت فنتكلز، ده اللي هو البريشر جريدينت، وانت تقدر تراجعها مره اخرى. نكمل. الكاردياك ماسل زي ما قلنا ولاد كاي ماسل بتكمبرس اتس بلاد سبلاي ديورينج كونتراكشن، عشان كده حتى بالعقل من غير ارقام انه اي ماسل حتى مش الكاردياك ماسل، ادي الفيسل بتاعها وهي كونتراكتد، الفيسلز ار كومبرست، يبقى فرصتها تاخد الدم ديورينج ريلاكسيشن من غير اي ارقام، انه الماسلز ما بتاخدش البلاد بتاعها في الكونتراكشن، وهي كونتراكتد بتكمبرس بتاخد ديورينج ريلاكسيشن. طب معظم الماسل ساعه الجسم في حاله ريلاكسيشن فبتاخد الدم على طول، انما الهارت لا، بيكونتراكت ريلاكس، بيكونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، عضله تتوقف عن الانقباض من المهدي الى اللحم. ما تاخدش في السيستول وتاخد في الدياستول، ما تاخدش في السيستول وتاخد في الدياستول. وقلنا سؤال ام اس كيو ان اكتر حته بتتاثر اللي هي قريبه من الـ من 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 الفنت عليها بريشر، فالبريشر بيقلل بلاد سبلاي فيها اللي هو السب اندو كارديال بورشن. اهي السب اندو كارديال بورشن هي اكتر حته. طيب هاجي بقى اخد لك خمس تطبيقات مهمه جدا في الام اس كيو. اول واحده لسه قايلينها، مين اكتر حته بيحصل فيها مايوكارديال انفاركشن؟ السب اندو كارديال بورشن، لسببين، لانها مور برون تو اسكيميا بسبب ان في مور بريشر ديورينج سيستول عليها، والسبب الثاني ان عندها هاير اوكسجين ديماندز، محتاج اوكسجين كتير وعليها بريشر بيقلل بلاد سبلاي. دي من اهم المعلومات في الام اس كيو، معظم الانفاركشن في الدنيا بتحصل في السب اندوكارديال بورشن. نيجي حضرتك بقى تتعاون معايا، احنا قلنا الهارت سبيشالي الليفت فنتكل هو الاهم، بيتلقى معظم الدم مينلي ديورينج داستول، يبقى لو حصل شورتنينج اوف داستوليك بيريود او لورينج اوف داستوليك بريشر، شوف الكلمه المهمه هنا داستول، في الحالتين هيقل الكوروناري بلاد فلو.
فلو. طب امتى فتره الداستول اللي قلنا ربنا اوريدي عاملها اطول من السيستول في الـ في الـ في الكاردياك سايكل بتبقى اطول، امتى الداستوليك بيريود تقصر؟ فكر معايا، لو الهارت ريت زاد السيستول والداستول بيقصروا الاثنين والداستول اكتر. طب احنا الفلو بيحدث في الداستول، لما الداستول يقصر يبقى الكورونا بلاد فلو يقل. عشان كده الناس اللي عندها ذبحه اي حاجه تزود الهارت ريت، اكسرسايز، ايموشنز، هتقلل السبلاي تجيب له البين. اديك فهمت ليه اي تاكي كارديا هتؤدي الى الموضوع ده، والتاكي كارديا دي بتحصل بالاكسرسايز وبالايموشنز زي ما هنقول بعد شويه. يبقى ادي اول معلومه في الاربعه، نقص الدايستوليك بيريود زي التاكي كارديا. طب نقص الدايستوليك بريشر، قول لي مرض ينقص الدايستوليك بريشر. انا اقول لك الاورتيك ريجرشتيشن، ارتجاع في صمام الاورطه، لانه في اثناء الدايستول في ارتجاع فالدم بيرجع تاني للفنتكل فالبريشر في الاورطه يقل، يبقى ده بينقص الدايستوليك بريشر في الاورتيك ريجرشتيشن. وفي مرض تاني اللي هو البيتان داكتس ارتريوزس، الدم بيجري في من الاورطه في الداكت فالدايستوليك بريشر يقل. يبقى مين الكلمه المهمه؟ الدايستول. لو نقص الدايستوليك بيريود زي في التاكي كارديا، او نقص الدايستوليك بريشر زي في الاورتيك ريجرشتيشن او البيتان داكتس ارتريوزس. طيب لسه في حاجتين تانيين ينقصوا الكاردياك الكوروناري فلو. احنا قلنا الكوروناري فلو بيعتمد على فرق الضغط في الاورطة عنه في الفنتريكل، ده البريشر جيدين. يبقى لو زاد الفنتريكولار بريشر، اي حاجة تزود الفنتريكولار بريشر، احنا الكمية بتعتمد على فرق الضغط في الاورطة عنه في الفنتريكل، الفرق بين الاورتيك بريشر والفنتريكو بريشر. يبقى اي زياده في الفنتريكو بريشر تقلل فلو. وهنقول مثالين لده، انه اول حاله العيان اللي عنده اورتيك ستينوزيس، ضيق في صمام الاورطه، يعني صور الاورطه سواء ريجرشتيشن او ستينوزيس، العيانين دول مور برون هم يحصل لهم انجينا. ليه؟ لانه تخيل صمام الاورطه ضيق، يبقى لازم الفنتريكل عشان يضخ الدم ينقبض جامد قوي، يبقى البريشر يزيد جدا في الفنتريكل. يبقى لما يزيد البريشر في الفنتريكل يبقى يقرب بالبريشر في الاورطه يقلل الكورونا بلاد فلو في الاورتيك ستينوس. او في العيانين اللي عندهم هارت فيلير، لان اللي عنده هارت فيلير بيحصل ايه بقى؟ الهارت ما بيستقبلش الدم فالفينس بريشر بيزيد. خلاص؟ وعليه يزيد الفنتريكولار بريشر فيقل الكورونري بلاد فلو. يبقى تاني ده كلام مهم جدا في كلينيكا، مين العيانين اللي مور برون اكثر عرضه ان يقل عندهم الكورونري بلاد فلو وعليه يجي لهم في الاول ذبحه وفي النهايه بيجي لهم انفاكشن. خدنا اربع احوال، مين يفتكر ربطتهم لكم؟ اثنين واثنين، اتنين متعلقين بالدايستول، زيادة الدايستوليك نقص الدايستوليك بيريود زي ال تاكيكارديا، نقص الدايستوليك بريشر لو هرب الدم في الدايستول رجع تاني الاورطة اورتيك ريجيرش او راح للبلمونري بالبيتان داكتس ارتيوزس. طب وحالتين تانيين ينقصوا الكورونري بلاد فلو متعلقين بالفنتريكولار بريشر، لان كميه الدم بتعتمد على فرق الضغط في الاورطه عنه في الفنتك، لو زاد الفنتريكولار بريشر الفلو يقل. متى يزيد الفنتريكولار بريشر؟ قلنا في العيان اللي عنده اورتيك ستينوزيس والعيان اللي عنده هارت فيلير. طب والمعلومه الخامسه، ادينا عدينهم اهو، اثنين في الدايستول واثنين في الفنتريكولار بريشر. المعلومه الخامسه، الانفاركشن لو حصل اكتر حته بيحصل فيها فين؟ صب اندوكارديال ريجن، انه عليه مور بريشر والديماندز بتاعته الاوكشن اكتر. ده كان اول حاجه اللي هو البريشر جريدينت كورونري بيرفيوزنج بريشر. يبقى قلنا تاني ان الريجوليشن اوف كورونري بلاد فلو ديبندز على الكورونري بيرفيوزنج بريشر او البريشر جريدينت، وتاني حاجه على الكورونري فاسكولار ريزيستنس. تمام؟ coronary vascular resistance. تعال نشوف بقى ال coronary circulation. as most of circulations ال coronary circulation shows considerable autoregulation، ودي درسناها في محاضره. الاوتوريجيليشن ده بيعتمد على
الميوجينيك ثيوري والميتابوليك ثيوري. هنا يهمني اكتر الميتابوليك ثيوري، ان لما الهارت بيشتغل عاوز دم اكتر. طب ما هو لما بيشتغل اكتر بيطلع ميتابولايتس اكتر. الميتابولايتس دي ربنا خلاها كلها تعمل فازو دايلتيشن. ادي فكره الميتابوليك ثيوري ببساطه شديده، ان لوكال ماسل ميتابوليزم از ذا برايمري كنترولر اوف كورونري فلو. يعني الكورونري فلو اساسا بيعتمد على الميتابوليزم. اكتر حاجه منهم مهمه اللي هي الاكشن ديماندز. الاكشن ديماندز اهو ذا ميجور فاكتور ان لوكال كورونري بلاد فلو، لدرجه ان بيقولوا ان الكورونري بلاد فلو دايركتلي بروبورشنال تو ميتابوليك كونسامشن اوف اكشن. يعني كل ما الهارت يحتاج اكشن اكتر يجي له كورونري بلاد اكتر. اظن انت فاهم ليه، لان مفيش فينس اوكسجين ريزيرف، ان هو ديورنج ريست بيستهلك، اوعى تنسى الرقم، 70-80% من الاوكسجين. فاي احتياج للاوكسجين اكتر يقابله زياده في الكورونري بلاد فلو. يبقى نلخصها يا اولاد، يبقى في الريزيستنس، ما هو لو حصل دايلتيشن يبقى الريزيستنس قلت. اساسا مين اللي بيعمل فازو دايلتيشن؟ اهم حاجه الميتابولايتس. طب واهم حاجه في الميتابولايتس، افتح ودنك، الاوكسجين. في لينير ريليشن شيب ما بين الكورونري بلاد فلو واحتياج الهارت للاكشن. ليه؟ لانه ما ينفعش ياخد من اللي موجود، لان ما فيش موجود ديورنج ريست، هو بياخد 70-80%. لازم نزود الكورونري بلاد فلو عشان نديله مور اكشن. يبقى ذا كورونري بلاد فلو از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ميتابوليك كونسامشن اوف اكشن. يبقى اهم حاجه في الريزيستنس، اول حاجه قلنا الميتابولايتس، خاصه الاكشن. طب الميكانيزم ازاي بقى؟ تعال نشوف الميكانيزم. انه لما الهارت بيشتغل اكتر عاوز دم اكتر، لما بيشتغل اكتر بيستهلك اوكسجين، محتاج اوكسجين اكتر، لما بيستهلك اوكسجين بيقل البريشر اوف اوكسجين، بيحصل هايبوكسيا. طب انا في حاله الهايبوكسيا ما اقدرش اعمل ادينوجين ترايفوسفيت، لان الادينوجين ترايفوسفيت بتتكون في الميتوكوندريا بالاوكسيديتيف انزيمز. يبقى لو في هايبوكسيا الادينوزين ترايفوسفيت از ديجريدد تو ادينوزين. فبقى ربنا خلى اهم حاجه تعمل فازو دايلتيشن هي الادينوزين، كوروناري فازو دايلتيشن. يبقى هنا في ثلاث كلمات في الميتابوليك، في الفاسكور ريزيستنس. يبقى اهم حاجه ايه؟ احفظ اول كلمه، ميتابولايتس. طب في الميتابولايتس اهم حاجه ايه؟ الاوكسجين. طب ازاي الاوكسجين بيشتغل؟ بالادينوزين. يلا نحفظها مع بعض، ميتابولايتس اهم حاجه فيها نقص الاوكسجين بتشتغل بالادينوزين. طب طبعا الكمال الله وحده. هل في اذر كوروناري فازو دايليتور ميتابوليك برودكتس؟ اه طبعا، ربنا خلى الاذر ميتابوليك برو، ما هو لو الهارت اشتغل اكتر هيطلع ميتابوليك برودكتس اكتر، خلاها كلها تقريبا تعمل فازو دايليتيشن. تاني واحد في الاهميه بعد الاوكسجين هو الكربون دايكسايد. ده كان ال 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 البوس في حاله السيريبرال سيركوليشن، كانت اهم حاجه بتظبط السيريبرال سيركوليشن مش الاوكسجين، الكربون دايكسايد. وفاهم ليه؟ عشان الكربون دايكسيد بيعمل اسيدوز، الاسيدوز بتاثر على البرين. يعني سبحان الله، كل شيء يدل على انه وراء الخلق قوه عاقله مقدره وقادره. البرين يتاثر اكتر بالسي او 2، لانه بيدوب في الميه يدي كربونيك اسيد يعمل اسيدوز تديبريس النيورونز. يبقى هو اهم حاجه تزود البلاد فلو عشان يغسل هذا الهيدروجين اين. الهارت عاوز يشتغل يعمل ميكانيكال ورك محتاج اوكسجين، يبقى اهم حاجه تاثر فيه هو الاوكسجين. ايه الروعه دي؟ انما لا يمنع ان اذر كورونري فازو دايليتور اللي هو الكربون دايكسايد، هيدروجين كونز اينز، بوتاسيوم اينز، لاكتيت، بروستاجلاندين، ادينين نيوكليوتايدز، اند نيتريك اوكسايد. انما بصوا، انا تملي بقول يا اولاد في كلام مهم وكلام شحاتين. يعني انت اهم حاجه تقول لي ان الكورونري بلاد فلو بيعتمد على ايه؟ الريزيستنس، الفاسكور ريزيستنس، وبالتالي الكورونري دايليت او الكونستريكت يعتمد على ايه؟ ثلاث كلمات فاكرهم، ميتابولايتس عن طريق هايبوكسيا نقص الاوكسجين، الميكانيزم عن طريق الادينوزين، لكن في اذر كورونري فازو دايليتورز. طيب تاني حاجه تاثر في
vascular resistance للنيرفس سيجوليشن، ان الاوتونوميك نيرفز بعضها بيعمل كوروناري فازو كونستريكشن والبعض الاخر بيعمل كوروناري فازو دايلتيشن. وهنا بقى نستطرد ونستفيد في المعلومات بتاعه الاوتونوميك في الهارت ده لاهميته. ربنا خلى الاوتونوميك نيرفز افكت الكوروناري بلاد فلو ان تو ويز، دايركت بوث دايركتلي اند اندايركتلي. يعني دايركتلي عن طريق الكيميكال ترانسميتر اللي هو نور ادرينالين او نور ابينفرين في حاله سمباثيتك والاستايكلين في حاله الباراسمباثيتك. طب وان دايركتلي عن طريق ان الاوتونوميك نيرفز بتغير الكاردياك اكتيفيتي، فبتغير الكونسنتريشن ميتابولايتس. لو زادت الكاردياك اكتيفيتي الميتابولايتس هتزيد، قلت الكاردياك اكتيفيتي الميتابولايتس هتقل. واحنا قلنا الميتابولايتس اهم حاجه بتعمل دايليتيشن. يبقى كان الاوتونوميك نيرفز بتؤثر بطريقتين، دايركتلي بالكيميكال ترانسميترز وان دايركتلي عن طريق الميتابولايتس سكندري تو تشينج ان ذا اكتيفيتي اوف ذا هارت. افتح ودنك بقى بمليون جنيه في الام اس كيو. الان دايركت افكت اللي هو عن طريق تشينجينج ذا اكتيفيتي اوف ذا هارت وعليه الميتابولايتس مور امبورتنت، ده سؤال ام اس كيو، وبيعمل اوبوزيت افكتس، تاني سؤال في الام اس كيو، تو ذا دايركت افكت. وي ستارت نكسبلين. نمسك السمباثيتك نيرفس سيستم، مين الكيميكال ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك نيورونز سمباثيتك نيورونز؟ طالب قال لي انا حافظها، صم نور ادرينالين او نور ابينفرين ان نوت ادرينالين، ده حاجه بقولها فوق البيع عشان ما تغلطش، نور ابينفرين. طيب النور ابينفرين الدايركت افكت بتاعته لما يشتغل، النور ابينفرين ده بيشتغل على الفا وبيتا ريسبتور. طب على مين اكتر؟ ده سؤال مش كيف الاوتونوميك. الكيميكال ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك سمباثيتك هو النور ابينفرين، ده سؤال تاني ام اس كيو. اقوى على الالفا ريسبتور، لا هو بيشتغل اقوى على الالفا. طب واحنا عارفين الالفا اكسايتاتوري، يعني بتعمل كونتراكشن اكسايتيشن على كونتراكشن، يبقى كان مفروض السمباثيتك يعمل كوروناري فازو كونستريكشن، لانه النور ابينفرين اقوى على الالفا اللي هي اكسايتاتوري، يبقى هتعمل كونتراكشن يبقى فازو كونستريكشن. لكن تعال بقى نبص الاندايركت افكت، ان النور ابينفرين فيا البيتا ريسبتور عن طريق البيتا ريسبتور، البيتا ريسبتور دي بقى اللي هي على الهارت، اللي هي قلنا البيبي بيتا ان هي بيبي بيتري اكسبت على الهارت، بتزود الهارت ريت وتزود الفورس اوف كاردياك كونتراكشن، وعليه لما الهارت يزيد الاكتيفيتي تزيد الاكتيفيتي يزيد البرودكشن اوف فازو دايليتور ميتابولايتس فيعمل كوروناري فازو دايليتيشن. وانت فاكر في الاوتونوميك كنا قلناها لكم في عجاله وبدون ديتيلز، ان السمباثيتك بتاع محمد علي كلي مفروض القلب يشتغل اكتر، مشتغل اكتر عاوز دم اكتر، بيعمل كوروناري فازو دايليتيشن. لكن النهارده انت عرفت التفصيلات، ان السمباثيتك بيشتغل بطريقتين، دايركت بالترانسميتر وان دايركت عن طريق انه بيغير الاكتيفيتي اوف ذا هارت وعليه الميتابولايتس، والان دايركت سؤالين ام اس كيو، opposite effect opposite effect، وهو ده المور امبورت، هو ده اللي بيحصل. سمباثيتك بالنور ابينفرين دايركتلي نور ابينفرين اقوى على الالفا اللي هي اكسيتاتوري يعمل كونستريكشن، وده ما بيحصلش. الاندايركت هو الاهم عن طريق البيتا ريسبتورز، يزود الاكتيفيتي في ذا هارت، يزود الميتابولايتس الفازو ميتابولايتس يعمل فازو دايليتيشن. حتى عندنا البروف يقول لك اثبت هذا الكلام، ان السمباثيتك دايركتلي كان هيعمل كونستريكشن. سهله قوي، ادي بيتا بلوكرز يعني الغي الاندايركت افكت. يبقى السمباثيتك دلوقتي بيطلع نور ابينفرين تقفل البيتا، يبقى هيشتغل على الالفا بس، هيحصل كوروناري فازو كونستريكشن. طب حاجه تاني مهم، ان الديكريزد ارتيريال بلاد بريشر اللي بتحصل في الهيموريج، الضغط قل، فعشان خاطر نزوده ما يحصل هيموريج ربنا خلى مين اللي بيزود الضغط؟ السمباثيتك النور ادرينرجيك ديسشارج بيزود نور ادرينرجيك ديسشارج. فالنور ادرينرجيك ديسشارج لما يزيد قلنا في النهايه هيزود الكورونري بلاد فلو، ان الاندايركت افكت اهم، هيشغل هارت اكتر، يطلع ميتابولايتس يعمل فازودايليتيشن، تمام؟ فهيعمل هيزود الكورونري بلاد فلو، بينما سكندري لزياده الميتابولايتس زي ما قلنا ات ا تايم
بينما في بقية الجسم السيمباثيتك لما بيحصل لنا هيموريج وبيعمل في بقية الجسم فازو كونستيكشن للكوتينيوس والرينال والسبلانكينج فيسلز بتوع الأحشاء ار كونستيكتد. مين اللي ما بيبقاش كونستيكتد؟ اتنين بس، الهارت والبرين. شوف العظمة. يعني أما أنا أنزف الضغط هينهار كده، مفروض الفلو لكل الأورجانز تقل. لا، الأورجانز شو هما تقل، اللي هما زي الجلد وزي الكيدني. حتى الكيدني في ميزة تانية إن نقلل البلاد فلو ليها، قلناها في المحاضرة إنها نقلل اليورين إكسكريشن عشان نحتفظ بالمية ونقلل السبلانكينج. لكن مين اللي ما يصحش ينهار الضغط عنه ويقل الفلو بتاعه؟ الفيتال أورجانز اللي هما مين؟ الهارت والبرين. وده سؤال ام اس كيو. ان كيس اوف هيموريج لما بيحصل دروب في الارتيريال بلاد بريشر فيزيد السيمباثيتك او النور ادرينرجيك اكتيفيتي، بتقلل الفلو في كل الجسم كوتينيوس بلانكينج اند رينال لصالح التو فايتال اورجانز سيريبرال اند كورونري. سبحان الله، وراء الخلق خالق. نيجي بقى الباراسيمباثيتك، نفس كلام. كنا بنقول لك الباراسيمباثيتك بتطلع استايل كولين، البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك نيرونز بتطلع استايل كولين. فالدايركت افكت بتاع الاستايل كولين بيعمل كوروناري فازو دايليتيشن، عكس اللي خدناه في الاوتونوميك. لكن الان دايركت افكت الباراسيمباثيتك نيرف اوف ذا هارت اللي هو الفيجاس كان بيقلل الهارت ريت، وعليه هيقلل برودكشن اوف ميتابولايتس، وعليه يعمل كوروناري فازو كونستريكشن. وده الغالب، ده اقوى من الدايركت افكت. يعني الترانسميترز ببساطه شديده بتعمل عكس اللي انت حافظه في الاوتونوميك. انت في الاوتونوميك عارف السيمباثيتك بيزود الكورونا بلاد فلو، محمد هايك لي، والباراسيمباثيتك بيقلل الكورونا بلاد فلو فازو كونستريكشن. ده مش تاثير الدايركت، ده تاثير الاندايركت عن طريق الكاردياك اكتيفيتي. فلا تنسى، هلخصها تاني، واحد من اهم المواضيع ريجوليشن اوف كوروناري بلاد فلو. قلنا الفلو في اي تيوب بيعتمد على عاملين، البريشر جريدينت فرق الضغط، وعلى الريزيستنس. فرق الضغط هتشرح فيها نقطتين، الضغط في الاورطه والضغط في الفنتكلز، وتشوف الفروق ما بينهم. وتخلص باهم كلمه لو كتبتها، ان دي 90% من النمره، ان الفلو للهارت اساسا بيحصل في فتره الداستول، عشان كده ربنا مطولها. خاصة الكلام ده ينطبق على الليفت فنتكل. ادي الملخص. طب نيجي الريزيستنس. شرحنا في الريزيستنس اللي هي الكونستريكشن والدايليتيشن بتتأثر بعاملين، ميتابولايتس ونيرفس سيجوليشن. الميتابولايتس لخص لي اهم الكلمات. مين اهم ميتابولايت؟ الاكشن هايبوكسيا هي اهم كورونا فازويت عن طريق الادينوزين. طب نيجي النيورونال ريجوليشن، اتكلمنا عليها في نقطتين، يا اما دايركت يا اندايركت. التاثير اللي انا عارفه في الاوتونوميك هو تاثير مين الاهم؟ اندايركت، عن طريق تشينجينج كارديك اكتيفيتي وميتابولايتس كونسنتريشن. تمام، عكس الدايركت هي المور امبورتنت واوبوزيت افكت تو ذا دايركت. يبقى بريشر جريدينت بين شيئين، الدم جاي من الاورطه الفنتكل، اورتيك بريشر وانتريكو بريشر. وفاسكولار ريزيستنس بنشرح حاجتين اللي هما الميتابولايتس والنيرفس ريجوليشن. للتفاصيل ممكن تعيد الفيديو مره اخرى. ننتقل للموضوع اللي بعد كده اللي هو ميجرمنت اوف كورونري بلاد فلو. عاوزين نقيس كورونري بلاد فلو. ميجرمنت اوف كورونري بلاد فلو، تدي عندنا ثلاث طرق، او الطريقه دي اكاديميك يعني ما بنستخدمهاش في الطب، اللي هو الكاتي ميثود فيكس برينسيبل، وخدناها مع السيربر سيركريشن في المحاضره الماضيه، ويوزنج نفس الماده اللي هي الناتريك اوكسايد، ناتريك اوكسايد. وقلنا ان فيك قال ايه؟ قال ان الفلو عموما في اي اورجان، سيريبرال، كوروناري، بالمونري، بيعتمد على الاماونت تيكن باي ذا اورجان اللي هو اكس كيو اكس ديفايدد باي ذا ارتيريو فينوس ديفرنس. خلاص، فلو بيعتمد على
الاماونت تيكن باي ذا اورجان ديفايدد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. واديت المثال بطريقه بسيطه جدا وهقولها مره اخرى. لنفرض ان اعداد بسيطه حتى مش حقيقيه بس بسيطه، تركيز النيتروس اوكسايد في الارتيريال بلاد كان 80 ملي جرام لكل 100 سنتي، في الفينس بلاد خرج لقينا كل 100 سنتي ارتيريال دخلوا فيهم 80، طلع ال 100 سنتي فينس فيهم 60. واحد دخل بيتك معاه 80 جنيه خرج معاه 60، يبقى حضرتك خدت كام؟ 20 من كل 100. يبقى دخل في ده الارتيريو فينس ديفرنس. طب اذا قلت ان الهارت بياخد 60 ملي جرام، هو بياخد 20 من كل 100، يبقى عشان ياخد 60 ملي جرام في الدقيقه لازم يدخله كام 100؟ 300. تاني الارتيريال بيدخل فيه 80 يطلع الفينس فيه 60 في كل 100 جرام، في كل 100 سنتي اسف، كل 100 سنتي ارتيريال بيدخلوا فيهم 80 ملي جرام يطلعوا فيهم 60، يبقى من كل 100 خدنا كام؟ خدنا 20. طب اذا قلت ان الهارت في الدقيقه بياخد 60 ملي جرام، هو بياخد 20 من كل 100، يبقى لازم يدخل كام 100 عشان ياخد منهم 60؟ 20 من كل 100، يبقى عشان ياخد 60 لازم 300. زي ما قلت واحد دخل بيتك حتى في مزاح معاه 80 جنيه خرج معاه 60 جنيه، يبقى حضرتك خدت من هذا الواحد 20 جنيه، تمام؟ طب لو انت محتاج النهارده تصرف 60 لازم كام شخص يدخله؟ الواحد بتاخد منه 20، يبقى عشان انت محتاج 60 يدخل 3. اظن نفس الفكره التافهه. يبقى عملنا ايه؟ قسمنا الاماونت تيكن بير مينت اللي هي 60 على الارتيريو فينس ديفرنس اللي هي 80 من 60 20. طيب انا حتى في المثال ده قصدت حاجه معانا. احنا الاول بناخد الفينس سامبل منين؟ احنا قلنا مين اهم واحد اللي هو فيه 70% من الفينس بلاد اللي هو الكوروناري فينس بلاد. فالكاثيتر بناخدها الفينس بلاد بناخده من الكوروناري فينس بلاد. طب طالب بيسال سؤال ذكي. طب احنا هنقيس التركيز في الارتيريال بلاد والتركيز في الفينس بلاد، عرفنا منين الاماونت تيكن باي ذا برين؟ هو ده سر اختيار النيتريك اوكسايد. اخترنا النيتريك اوكسايد ليه بقى؟ لانه النيتريك اوكسايد الكونتنت في الفينس بلاد از تيبيكال اوف ذا انتاير مايوكارديال افلوينت. ومعنى الكلمه ان بعد دقائق بيبقى الاماونت تيكن باي ذا هارت هي بكل 100 جرام هي نفسها الاماونت اللي موجوده في كل 100 سنتي فينس بلاد. بيحصل ايكوليبريم كوليبريم. فعشان كده انا حتى في المثال لو خدت بالك قلت الارتيريال فيه 80 والفينس فيه 60 والاماونت تيكن 60 زي الفينس. يعني اختيارنا للنيتريك اوكسايد لانه هو الماده اللي بيحصل توازن بين الكميه اللي بتتاخد بالكاردياك تيشو واللي موجوده في الفينس بلاد. ولا هنعرف ازاي الهارت خد قد ايه؟ لانه الافلوينت اللي هو يعني في تواصل ما بينهم الاثنين زي بعض بيوصل في الناحيتين زي بعض. ده السر. قلنا ان الكوروناري بلاد فلو ديورينج ريست قلناها كل 100 جرام بياخدوا لو كنت فاكر 80، يبقى الهول هارت لو 300 جرام بحوالي 250 مللتر بير مينت، وده يعادل 5% من الكارديك اوتبوت. سيبك من الطريقه دي حاجه اكاديميه لينا احنا، بس اهم حاجه تحفظ لي ثلاث كلمات: كيتي ميثود، فيكس برنسبل، باستخدام النيتريك اوكسايد. ونفس الكلام في السريبرال، وتبقى حافظ المعادله ما حدش هيجيبها لك يعني، وحتى لو مسائل تبقى تافهه قوي. الفلو بيساوي الاماونت تيكن بير مينت ديفايدد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. بناخد الفينس بلاد هنا منين؟ قلنا من الكورونا ساينس. نيجي بقى الكلام اللطيف في الكلينيكال بقى. احنا عاوزين مش نعرف الكورونا بلاد، عاوزين نشوف انهي حته في قلبك بتاخد دم وانهي حته ما بتاخدش، عشان دي هيحصل لها انفاركشن. يبقى عاوزين نقيس الريجنال بلاد فلو، ميجرمنت اوف ذا ريجنال بلاد فلو ان ذا هارت. ايه الايم بقى؟ ان احنا نقيس منطقه معينه البلاد فلو لمنطقه معينه. الاول تو ديتكت ارياز اوف اسكيميا اند انفاركت، الحتت اللي الدم ناقص فيها اسك يعني
قليل وام يعني دم، الدم ناقص، وبالتالي ماتت. انفاركت اللي هي death of a tissue، كلمة infarction في اللغة معناها death مش للperson of a tissue. خلاص يبقى اول حاجة عاوزين نشوف regional blood flow، نشوف مين بيروح له مين ما بيروحلوش. ما بيروحلوش يعني عنده اسكيميا وعليه يحصل له infarction او حصل له already infarction. نمرة 2 to evaluate the ventricular function، ما انت بتشوف الهارت الحتة اللي شغالة والحته اللي مش رايح لها دم بتبقى مش شغاله نون فانكشنج، فتعرف هل الفنتيكل كله شغال ولا في حته شغاله وحته لا. يبقى ده سؤال ام اس كيو تو ديتكت الاسكيميا والانفارك وديتكت اوعى تنسى الفنتيكولار فانكشن، كل الفنتيكل شغال ولا في حته مش شغاله لان ملهاش بلاد سبلاي. نيجي التكنيكس بيسموها نيوكليار ميديسن، بنستخدم راديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسرز، راديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسرز، واساميهم عامه الشعب حافظاهم. يقول لك انا رحت اعمل ثاليوم، ثاليوم ده الاكثر شيوعا، وتكنيشن ثاليوم وتكنيشن، ما الناس حافظاها خاصه الثاليوم. بنيجي العيان بندي له ثاليوم 201، ده الثاليوم ده مستو لما بنحقنه، دي على فكره طريقه نون انفيسيف، يعني بتاخد حقنه ما بندخلش خالص في القلب، ازاي استارت القلب ما تعمل ثاليوم ده، هنديك حقنه ونعمل لك اشعه بديتكتورز بديتكت راديشن، فيسموها نون انفيسيف ميثود. هنحقنك بالثاليوم، الثاليوم ده هيبقى بامبت في الكاردك ماسل سيلز، سؤال ام اس كيو، باي ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يعني ماشي مع عمليه صوديوم بوتاسيوم بامب، لدرجه ان الثاليوم بيكوليبريت، مش هو بيدخل جوه الكاردك سيل، مين اللي جوه الكاردك سيلز؟ فكر البوتاسيوم، فهو بيكوليبريت مع البوتاسيوم، بامب بالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز جوه الخليه، جوه الخليه في مين؟ بوتاسيوم، فبيكوليبريت مع البوتاسيوم. الديستريبيوشن اوف ثاليوم بيتناسب مع المايوكاردال بلاد فلو، طبعا الحته اللي بيروح لها فلو بيروح لها ثاليوم، مش عاوز اشرح، اللي ما بيروحلهاش فلو مش هيروح لها ثاليوم. والكلام ده بيحصل بعد 15 دقيقه، بنعمل اشعه فنشوف مين الحتت اللي ما راحلهاش ثاليوم اللي هي ما بتديش راديشن، يسموها حتى كول سبوتس، لان عاوزك تتخيل شكل القلب كان القلب كله بيومد بيطلق اشعاعات، فشكله كانه مشتعل ملتهب ما عدا الحته اللي ملهاش بلاد ما بيطلعش منها ومضات، فتتشاف اس كول سبوتس يعني لس راديشن. ممكن نبين العمليه بطريقه احسن، ان نخلي العيان يعمل اكسرسايز. عارف بيحصل ايه في الاكسرسايز؟ الحته الفانكشنينج في الهارت هتاخد مور بلاد وبالتالي مور ثاليوم، خصما من الحته التعبانه هتتعب زياده. لما العيان يعمل اكسرسايز، الاكسرسايزنج هتحتاج اكتر وهي سليمه فهتاخد ثاليوم اكتر، خصما من الحته التعبانه اللي هتتعب اكتر. فعشان كده بنعمل ابتيك افتر اكسرسايز، ومش بس افتر اكسرسايز، ومره ثانيه اجين سيفرال اورز ليتر تو شو الاريا وير اكسكيرشن، يعني اكسكيرشن يعني خد الكميه وبالتالي قلت البلاد فلو. ده الثاليوم، دي اشهر حاجه بتعمل. في تجربه تانية اسمها التكنيشن 99، ده ستانيوس بايروفوسفيت، ستانيوس يعني قصديري، عشان حاجه متعلقه بالقصدير يعني، دي طبعا عناصر نادره، وزي ما قلت لك ده بيسموه النيوكليار ميديسن، اللي هو بنستخدم ايه المواد دي؟ تبقى عارف دي عباره عن راديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسرز، دي تكتب بالاشعاعات بتاعتها. الثاليوم ده السلكتفلي تيكن اب، افتح ودنك حاجه في منتهى الغرابه ومش عارفين سببها، انفارك تيشو، تصور اللي بياخدها مش النسيج الحي، النسيج الميت، الميت باي انون ميكانيزم. فعشان كده الحته الميته، الميته هي اللي خدت الماده المشعه، فهبان هي اللي هتدي ومضات، فتبان از اهم سؤال هنا ام اس كيو هوت سبوتس. يبقى في الثاليوم الحته اللي ما بتاخدش ثاليوم هبان اس كولد سبوتس، اللي هي فيها انفاركشن فيها اسكيميا، انما هنا بالعكس الحته اللي ما بتاخدش دم الحته الانفاركت هي اللي بتاخد التكنيشن بميكانيزم ما نعرفوش تبان از هوت سبوتس. طب حضرتك احنا عرفنا ان عندك حته في القلب ما بتاخدش دم كفايه، بس احنا عاوزين نعرف انهي ارتري بالظبط هو اللي منغلق عشان نحط فيه دعامه، عشان نعمل له جرافت، عشان نعمل له بالونه. ف
فاحنا عاوزين نرسم خريطة الكوروناري ارتس. هنا بقى هنعمل حاجة اسمها كوروناري انجيوغرافي. انجيو علمتها لكم معناها فيسل، كلمة انجيو لما قلنا انجيو تنسن يعني المادة تنشن يعني بتعلي الضغط في الفيسل، انجيو يعني فيسل، جراف يعني صورة. يبقى ناخدها من الاخر الاول، جراف تصوير شرايين الكوروناري، كوروناري انجيوغرافي. دي بقى طريقة انفاسيف لانها ندخل قسطرة من الفيمورال ارتري او من البريكيال ارتري في الايد، يا من الرجل من الفيمورال يا من البريكيال، ونحقن فيها راديو اوبيك كونتراست داي. يصور لنا بقى خريطة الشرايين التاجية، تتصور الحتة اهو هرسمها لكم في عجالة، ما كنتش رسمها انما تعالى نرسمها في عجالة. الحتة اللي هيدخل فيها الصبغة هبقى مليانة، الحتة الأوبستراكتد مش هبقى، هتبقى خلاص ما فيهاش الصبغة. اهي تعالى وريها لك، اهي دي الرسم. هنا في انسداد فالصبغة هتدخل لحد الحتة السليمة اهي وتتوقف في الحتة دي، لان بنرسم خريطة الشرايين التاجية. فبنبتدي الاول بطريقة نون انفيسيف يعني ما تزعلش العيان، يا عم احنا نديك حقنة يا ثاليوم يا تكنيشن. الانسجة السليمة بتاخد الثاليوم، الانسجة وما نعرفش ازاي ما نعرفش ازاي الانفار بتاخد التكنيشن. ففي حالة الثاليوم النسيج اللي مش سليم ما بياخدش ثاليوم، يبقى بان اس كولد سبوتس. في حالة التكنيشن النسيج الانفار بياخد التكنيشن فيبان از هوت سبوت. طب عرفنا في حتة ما لهاش دم كفاية، لكن انهي شريان في انهي حتة اللي هنشتغل عليها، يبقى لازم نعمل طريقة انفيسيف بقى. يبقى الطريقتين اللي قبل كده كانوا نون انفيسيف، اهي نون انفيسيف، انما دي طريقه انفيسيف اللي هي كوروناري انجيوغرافي. هنحقن راديو اوبيك كونتراست داي تدينا الديتيلد اناليسيز اوف بلاد فلو في الكوروناري ارت، نشوف فين الانسداد اللي هنحط نعمل له بالونه، نفتحه ببالونه او نحط فيه ستنت دعامه او نعمل له جرافت. تمام. هنا عاوز اقول لكم حاجه برضو يعني اعتبرها معلومه طريفه، عن مش طريفة قوي يعني، طريفة ومحزنة. الويدو ميكر، مين الويدو ميكر أساسا؟ اللي هو قلت أهم برانش من الليفت كوروناري اللي هو اسمه ليفت أنتيرو ديسندينج، اللاد أهو اللاد ده أهم برانش. لو حصل له كومبليت أوبستراكشن هو أو طبعا الليفت كوروناري نفسه، لو حصل 100% بلوكج للليفت مين ارتري اللي هو طالع منه اللاد اللي هو الليفت انتيرو ديسندنج، هتقفل الاساس هو الليفت انتيرو ديسندنج اللي هو اللاد. لو اتقفل هو او اتقفل المين برانش اللي هو الليفت كوروناري كومبليتلي، اتس اولموست اولويز فيتال الا اذا كان في امرجنسي كير. وذاوت امرجنسي كير نشر عين هيموت هيموت، فعش كده سموه صانع الارامل. وعلى فكره الارامل هنا مش معناه ارمله، يعني ممكن الراجل برضه يبقى ارمل مراته تموت. لان عاوز اقول لكم عملتها في 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 حلقاتي في سعادتك في صحتك، ان بعد سن المينوبوز الكورونا ديزيزس البنات ما يزعلوش، اكتر شويه في الستات بعد سن الياس. فبيسموه صانع الارامل، ويدو ميكر. مين هو بقى؟ اوعى تنساه، لاد لاد كله اللاده كله اللاده اللي هو ليفت انتيرو ديسندنج. يعني معلومه يبقى عارفين. نيجي بقى ناخد معلومات اكلينيكيه بحته اللي هي او قبليها نقول الاول الكاردك ميتابوليزم. عاوزك في الكاردك ميتابوليزم ده ام اس كيو فقط، ما تهتمش بيه اكتر من كده. في ثلاث معلومات ليه بيتقالوا، ان احنا قلنا في المحاضره الماضيه ان السيريبرال سيركوليشن بتعتمد اساسا على الجلوكوز، البرين اكتر من 90% من الطاقه بياخدها من الجلوكوز. انما هنا الكاردك ميتابوليزم اول نقطه under resting condition، ما تنساش القلب ده مصل في النهايه، هو مصل بتنقبض من المهدي اللي قاعد لك اللي هو مصل، يبقى يعامل معامله المصلز. يبقى during rest يكونسيوم فاتي اسيدز زي اي سكيليتال مصل. انا بحاول اربط المعلومات عشان ما نبقاش كل موضوع لوحده، بالعكس المعلومات تحفظ بعضها البعض مش تنسي بعضها البعض. مصل المسلز السكيتر مسل دورينج ريست المين فيول بتاعه هو الفري فاتي اسيدز. فهنا الكاردك مسل دورينج ريست بتاخد 70% من الطاقه بتاعتها من الفاتي اسيد مش من الكربوهيدرات، الكربوهيدرات 30%.
طيب under تاني نقطة، لو في anaerobic or ischemic condition، ما فيش دم أو ما فيش oxygen، ما هو ما فيش دم ما فيش oxygen، يعني اتنين حاجة واحدة، anaerobic هي ischemic، يبقى لازم هنا هيكسر الجلوكوز بمعزل عن الأكسجين، سموها anaerobic glycolysis. سوء الحظ الناتج هنا هيطلع large quantities of lactic acid، وهنستهلك انت عارف الجلايكوليسيس بيستهلك كميات كبيره جدا من الجلوكوز عشان يعمل اي تي بي، لان الايروبيك بيطلع يعني يستهلك 2 ويطلع 40 اي تي بي المولكيول الجلوكوز، فاكر قلناها مع السكيتال ماسل، بينما الانيروبيك يطلع 4 ويستهلك 2، يعني كان اللي كسبناهم 2 بس. فعش كده العيب الانيروبيك ده انه بيستهلك كميات كبيره من الجلوكوز، وتاني عيب انه الناتج مش هيبقى كربون دايكسيد وماي، هيبقى لاكتيك اسيد، اسيد الاسيد بيوجع بيحرق، هو ده احد اسباب الكاردياك بين اللي هو الانجينا بيكتورس. دي تاني معلومه. تالت معلومه، ان سيفير كورونري اسكيميا، يعني اسكيميا سيفير وبرونج لمده طويله، مفيش دم مفيش اكسجين، يبقى مش هنعرف نعمل اي تي بي، يبقى الاي تي بي از ديجريدد تو ادينوزين، هيكسر الاي تي بي الادينوزين، الاي تي بي عشان يتعمل محتاج اوكسجين، الاوكسجين اللي بيجي مع الدم، يبقى سيفير برونج اسكيميا مفيش دم مفيش اوكسجين، ما انا هكون اي تي بي، بالعكس الاي تي بي هستخدمه مش هيتكون، الاي تي بي هيبقى ديجريدد الى ادينوزين اللي هو قلنا كان اهم واحد كوروناري فازودايليتور في محاوله لانقاذ الموقف، يجيب مور بلاد ومير اوكسجين، بس اوريدي الفيسل مقفول. معظم الادينوزين diffuses from cardiac muscle للسيركوليشن، هذا الادينوزين اللي هو ناتج تكسير الاي تي بي الادينوزين هيهرب من الكاردياك ماسل للسيركوليشن within 30 minutes، نص الادينوزين هيبقى lost. يا نهار ابيض، في نص ساعه لو اتقفل الفيسل بتاع الهارت نص ساعه مش عارف تعمل اي تي بي، بالعكس بيتكسر الادينوزين نصه هرب. الريبليسمنت الادينوزين باي كاردياك ماسل بطيء جدا، تصور very slow، يعني حتى لو اتفتح الفيسل بتعمل 2% بير اور، يبقى فقدت نص الادينوزين في نص ساعه، واعاده تكوينه لادينوزين ترايفوسفيت 2% بير اور. يبقى حضرتك من الارقام دي والاعداد دي مفروض الفيسل ما يتقفلش الا لاقل من، فاكر رقم طبعا واحد قال لي نص ساعه 30 minutes، لازم نضيع الاسكيما دي، ان لو كملت 30 مينتس فقدت نص الادينوزين عشان اكونه تاني كل ساعه اكون 2%. فعشان كده بسرعه لما العيان يجي له اسكيميا واتاكس اوف بين لازم نريحه من هذا البين، لازم نوسع الفيسل نديله حاجه دايليتور، او اذا كان انفارشن بقى نروح نحاول ندي ثرومبوليتيك حاجه تحطم الجلطه دي او وات ايفر. ادي قيمه الكاردياك ميتابوليزم. يبقى ديورنج ريست هنلخصها 70% فاتي اسيدز، في الانيروبيك هنستخدم الجلايكوليسيس تحطيم الجلوكوز بدون اوكسجين، اولا هنستهلك كميه كبيره من الجلوكوز وهينتج لاكتيك اسيد يعمل لي بين. النقطه الثالثه، في السيفير كرونيك اسكيميا الاي تي بي هيتحول لادينوزين، نفقد نصه في نص ساعه، اعاده تكوينه 2% في الساعه، يبقى لازم نفتح الفيسل قبل نص ساعه. طيب نيجي بقى اسكيميك هارت ديزيز، دي حته اكلينيكيه، وانا عارف ان انتوا بتحبوا المعلومات الاكلينيكيه جدا، وخد بالك دي مش حته اكلينيكيه. The most common cause of death in people above 55 years old، تلت حالات الوفاه بتبقى من اسكيميك هارت ديزيز. بس انا على فكره تملي قلتها في المحاضرات يا اولاد، في تامل خاص، واحد يقول لي تلت الناس لما يبتدوا يكبروا تلتهم، هو اكشن مش تلت ده، في البلاد المتقدمه 35%، عندنا اكتر شويه، يعني اكتر شويه من التلت، التلت 33.3 خليها تلت، واحد في كل ثلاثه، واحد في كل ثلاثه بيتوفاه الله من كورونا هارت ديزيز لما يبلغ عمر 65، ده في الدول المتقدمه، عندنا اكتر، ده اهم سبب للوفاه، عشان كده الموضوع ده مهم جدا. انما انا بقولها في تامل خاص، this shows the mercy of God، دي ارحم طريقه لانه غادر دنيانا هذه، لدرجه هقولها لك حاجه خاصه بالعبد الله، اي اولوز في دعائي كده بقول يا رب
هناك طرق عديدة للرحيل. يعني لو تكرمني اكرمني بالكورونري هارت ديزيز. ما كلنا الموت علينا حق، هيتوفانا الله، فليتس نترك هذه الدنيا بطريقة يعني لطيفة. فدي هي دعواي، يعني ان تلت الناس او اكتر بيغادروا الحياة كورونري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز. This showed the mercy, the mercy of God. حاجة مش مزعجة، حاجة مريحة، لان الكلام ده قلنا هيحدث اكتر في السن الكبير، ما تخافش، يعني قليل في الشباب. ممكن وفاة تحدث صادن، يقول لك سكتة قلبية، حقش حتى تحصل انفاركش، وممكن تحصل over weeks or years. طب مين اهم سبب لانغلاق الكورونريز؟ قلناها بقى اثيروسكليروزيس ثم اثيروسكليروزيس ثم اثيروسكليروزيس ثم اسباب اخرى. دي المين كوز، اهم سبب هو تصلب الشرايين. طب عندي يوجد مرضان مهمين اللي هم الانجينا بيكتوريس، الذبحه الصدريه، بيكتوريس يعني صدر عشان بيكتوراليس هنا، الذبحه الصدريه والانفاركش جلطه القلب. في ذبحه صدريه وفي جلطه قلبيه عشان نبقى عارفين بعربياتنا، ذبحه صدريه وجلطه قلبيه. الذبحه الصدريه سببها هايبوكسيا اوف مايوكارديوم، ان الاثيروسكلروز ده ضيق الشريان، لسه احنا في حاله ضيق ما انغلقش، ضاق فابتدى الاكسجين بقى قليل، هايبوكسيا اوف مايوكارديوم. لو الانجينا بيكتوريس بتيجي، وده الاغلب للناس ديورينج اكسرسايز، لما يمشي لما يعمل مجهود والبين از ريليفد باي ريست، لما يعمل مجهود يجيله الوجع في صدره ولما يقعد يرتاح، ده ستيبل انجينا، دي حاجه مش بطاله ستيبل. الكارثه لو انه البين حصل ديورينج ريست، حتى وهو قاعد بيجيله بين، ده نسميه انستيبل، انستيبل انجينا، وعليه يوجد نوعان من الانجينا، يا ستيبل يا انستيبل. ستيبل يعني تجيله بس مع المجهود ولما يقعد يروح الوجع، انستيبل حتى وهو قاعد تبقى دي حاله اخطر ولازم نلحقه بقى. لان احنا بنقول معلومه مهمه يا اولاد، ان ذوز ويز انجينا بيكتوريس، العيانين اللي عندهم انجينا بيكتوريس ار كانديديتس فور مايوكاردال انفاركشن، يعني كانديديتس يعني مرشحين لان يجي لهم انفاركشن. اوعى تنساه ذوز ويز انجينا بيكتوريس، ايه خطوره الذبحه الصدريه؟ ان اللي عنده ذبحه اذا ما تدخلناش هيجي له جلطه، كانديديتس فور مايوكاردال انفاركشن. والذبحه نوعان، ستيبل اللي هي بتجيله لما يعمل مجهود ولما يقعد يرتاح، وانستيبل اللي هي بتجيله ايفن دورينج ريست. طب هل في حاجات تانية بتجيب وجع الذبحه؟ انجينا فيكتور سبين مي اولسو بي كوزد باي ايموشنز، الانفعال، اكسبوجر تو كولد، حتى اقولها الثالثه بطريقه مختلفه شويه، ايتينج تو ماتش، لو مليت معدتك فول اوف ستومك، لان انت عارف انا بحب احفظك، فيبقى كلهم بحرف الاي، اكسرسايز ادي اول اي، emotions تاني E، وبعدين exposure to cold تالت E، وبعدين eating too much اللي هو full stomach، دول يجيبوه. طب بيتميز البين بتاع الانجينا ما بقاش بس في الهارت ورا الاسترنم، انما بيبقى referred. referred فين بقى يا اولاد؟ البين is usually referred لل، كلنا حافظينها، لل right shoulder or right arm، خصوصا الحته اللي جوه دي الانسايد، وممكن في الباك وفي النك، سبيشال جو. تصور ساعات واحد عنده ذبحه بيبقى الوجع في الجو والسايد وذا فيس. ويمكن تسالني هو ليه الالم بيروح للدراع الشمال وبيروح للفيس، الجو والسايد وذا فيس والنك؟ اقول لك معلومه، في الامبريو، في الامبريو الارم والهارت بيبتدوا في النك، فالنك والهارت والارم متصلين ببعض، النك والارم والهارت لهم نفس النيرف سبلاي، عشان كده وجع الهارت، وجع الهارت بيسمع في النيك والجو والسايد اوف ذا فيس، وبيسمع في الارم، لان هما مع بعض الهارت والارم بيبقوا في النيك. طب والالم ده يستمر تقريبا قد ايه؟ بيقعد في الاغلب فيو مينتس، ممكن اكتر بس معظم الناس يقعد فيو مينتس. دي مش عايده تاني المعلومات دي عن الانجينا بيكتوريس، حضرتك تبقى تسمعها. طيب نيجي للأهم بقى، وهو المايوكارديال انفاركشن، جلطة القلب. مايوكارديال انفاركشن is caused by severe prolonged ischemia. severe اهي بالليزر،
prolonged ischemia, نقص شديد ولمدة طويلة, قلنا أكتر من 30 دقيقة في الدم. Mostly due, سببه إيه بقى؟ إحنا قلنا إنه الأمراض القلب أساساً سببها atherosclerosis, atherosclerotic plaque, يعني لوائح التصلب الشرايين. حصل يا رابتشر يا انفجرت اللويحة دي, أو حصل هيموريج فيها. إنما في الأصل هي زي ما قلنا atherosclerosis, حصل لها رابتشر أو هيموريج. فإن top that triggers the formation of occluded clot, حصل جلطة سدت الفيسل. Occluded يعني أغلقت الفيسل. Occluded clot. في طبعا بعض الناس يقول لك هل في أسباب أخرى؟ rarely بقى, مش عاوز ده كلام شحاتين بقوله, إنه يحصل constriction of partially concluded vessel, يعني مش لازم atherosclerosis, ده حالات نادرة جدا. إنسان يحصل قبض لوعاء كان already مسدود جزئيا. إنما عشان ما لخبطكش وتبقى المعلومات زي ما بقولها دائما, commons are common في الطب و rarities are rare. حتى الطبيب اللي يجيله عيان يفكر في أول حاجة في مرض نادر, ده يبقى مخه مش مظبوط. الأول الحاجات الأكثر شيوعا هي الشائعة, والأكثر ندرة هي النادرة. فابتدي بالشائع الشائع الشائع ثم النادر. بعلمك حاجة برا المحاضرة, إنما مش أول ما يجيلك عيان تشوف ساين تفكر في الأمراض النادرة. غالبا الإسكيميا دي سببها إيه؟ يعني زي ما قلنا عنده atherosclerosis, حصل حاجة بين في الatherosclerotic plaque في اللوائح دي, ينفجرت يا إما حصل فيها هيموريج, وده أدى إلى occluded clot. طب الدياجنوزيس شخصه إزاي؟ بشيئين لازم تبقى حافظه مصمم, اتنين ما ينفعش تقول واحدة. العيان لما بيجيله chest pain ويدخل ال ER emergency room يعملوا حاجتين في الحال, ECG changes, وشرحنا ما هي ال ECG changes اللي بتحدث في حالة الإسكيميا. حتى خدناها من آخر الأول التي ويف ثم الاس تي ثم الكيو, دي بالترتيب. يبقى أرجع لمحاضرات الاس جي. وبعدين لما يحصل الكاردياك ماسل سيلز ما يجيلهاش دم, صلاة إنجري, الإسكيميا تؤدي إلى إنجري تفرقع ويطلع منها الكاردياك إنزيمز في السيرم. فاحنا نفكر بذكاء, بندور على السيرم كاردياك انزيمز, نلاقي العيان عنده زياده في السيرم كاردياك انزيمز اللي هو التروبونين تي والتروبونين اي, دول مهمين جدا. لكن في واحده ثالثه للاوائل اللي هو الام بي ايزومير اوف كرياتين كاينيز. يبقى كيف نشخص الميوكارديال انفاركشن؟ بطريقتين, اي سي جي تشينجز, ECG changes, واللي more conclusive الأهم هي ارتفاع السيرم cardiac enzymes. والأهم احفظوا هو التروبونين ده خدناه, مش كنا بناخد بايسر وتروبونين في حتى العضلة العادية؟ هنا ارتفاع التروبونين, تروبونين تي وتروبونين اي, خدناهم مع السكيت المصري, مش كلام جديد, هو اللي خدناه. المعلومات للطالب الشاطر تحفظ بعضها البعض, وللطالب الخيبان تلخبط بعضها البعض. اللي بيطلع هو اي مصل فيها مايسين وتروبونين, والتروبونين كنا قلنا تلات انواع, هنا عندنا التي ويل هاي, سهل قوي. ده ازاي نشخص اي محاوله لتشخيص ميوكارديال انفاركشن بدون الاثنين دول؟ يبقى انت طبيب خارج الزمن. اي سي جي تشينجز, وقلنا هتاثر من اخر الاول التي ثم الاس تي ثم الكيو بطريقه لطيفه لما ارجع لمحاضرات الاي سي جي. ثم سيرم كاردياك انزيمز, في تروبونين جوه الماسل, لما بتتقطع السيلز بيطلع تروبونين تي واي, والماسلز فيها كرياتين. عارفين اي ماسل فيها كرياتين؟ بندور على كرياتين كاينيز ام بي ايزومير, بس ده الاقل اهميه. ايه اسباب الديث افتر اكيوت كوروناري اوكلوجن؟ يعني الناس اللي بيجي لها انفاركشن بقولنا ده اهم سبب الوفاه. طب لما يحصل له مايوكارد انفاركشن بيموت من ايه؟ ما هو مات بسبب مايوكارد انفاركشن. طب قولي التفصيلات. في the most common four causes of death, وتعلمها بقى مع العبد الله عشان نطلع دكاترة شطرة. وأنا فاكر زميل هنا حتى بتاع internal medicine قال لي المعلومات بهذه التوثيق, وهو درسته أنا, قال لي بالمعنى كنا بنتكلم فيها, قال لي أنا أول مرة أسمعها, تعال نسمعها مع بعض. إيه الأسباب الأربعة؟ هو عارفهم من أربعة بس التفصيلات مهمة. اول حاجه كارديوجينيك شوك, ان اللي كنتيجه الانفاركشن انهار الضغط بسبب القلب عمل شوك, فيسموها كارديوجينيك شوك او كوروناري شوك لان سببها كوروناري فيسلز.
الكاردياك اوتبوت قل فقل الضغط فيسموها لو كاردياك اوتبوت فيلير، ليها ثلاث اسباب ثلاث اسماء. ده اول سبب. ايه الميكانيزم بقى؟ خد بالك احنا قلنا مين المهم يا اولاد؟ الليفت فنتريكل. عشان يحصل انفاركشن فالقلب يضخ كميه دم قليله لو كاردياك اوتبوت فينهار الضغط، لازم يبقى الانفاركشن خد اكتر من 40% من الليفت فنتريكل. يبقى ده لا يحدث ما تخافش الا with more than 40% of left ventricle is infarcted. مات. طب ليه الكاردياك اوت بيقل؟ تعال بص معايا. انه الفنتكل في حتتين، حته شغاله وحته ميت. الحته دي ما بتنقبض، دي بيحصل لها بلش، دي بيحصل لها بلش، يعني الدم ما بيتخرجش في الاورطه. طاقه انقباض الحته السليمه بتضيع في البلج بتاع الحته الميته اللي ما بتشتغلش. اهي. يبقى بنقول كالآتي، يبقى most of the pumping force، معظم pumping force is dissipated. dissipated يعني بتذهب هباء by the bulging of the area of the non-functioning cardiac muscle. حتة بتنقبض والحتة التانية تتمدد فتاخد معظم الطاقة، ما فيش حاجة طلع بره القلب، فده بيقول لي نقص في الكارديك أوت. الرقم مهم جدا هنا. اما يجي لك عيان عنده مايوكارديال انفاركشن وعنده الضغط قليل، عنده كارديوجينيك شوك، ما تقولش الحمد لله العيان وصل صاحي هنعمل اللازم وكل حاجه هتبقى تمام، لانك لو مش فاهم المعلومه دي اهل المريض هيتصوروا ان انت موتته. تقول لهم لا انا اسف، في حاله مايوكارديال انفاركشن مع كارديوجينيك شوك في بلاد العالم الاول الوفاه اكتر من 70%. تقول لهم انا اسف، الحاله ما يقوش منها. عارف يقول لك ده دكتور فاهم، انما ما تقول لهم اه ادام العيان وصل صح باذن الله هنعمل كل لازم العيان هيبقى زي الفل، لا مش هيبقى زي الفل. العيان اللي عنده مايوكارديال انفاركشن ادى الى كارديوجينيك شوك وهذا يحدث في اكثر من 40% من الليفت فنتكل في بلاد العالم الاول 70% من الحالات هيتفاضل. انما ما تفهمش اهل المريض تصوروا خطا ان انت موتته وتحصل مشاكل. خلاص. انا فاكر مره زميل برضه سبب المعلومات المغلوطه قال لهم هيحصل ومش هيحصل واداله حقنه، مات هو بسبب مات بسبب الكاردوجينيك شوك. اهل المريض ضربوه بالقلم الحقيقه. هو قال لهم هيبقى دي حقنه زي الفل، بقت زي الفل. طبيب خد قلم. اقول لك حاجه، بس قلم مستحق لانه ما عندوش معلومات. ده قيمه المحاضرات اللي بنقولها يا اولاد. طلع اطباء فاهمين طب. كارد انفاركشن مع كاردوجينيك شوك هذا يحدث مع اكثر من 40% في الليفت فنتريكل انفاركت ونسبه الوفاه اكثر من 70% في بلاد العالم الاول. ثاني طريقه الموت يبقى دامبينج اوف بلاد ان ذا فينس سيستم. دامبينج يعني انحباس الدم في الفينس سيستم. دي بتحصل بعد فيو دايز من الانفاركشن بسبب نقص كاردياك اوتبوت، يعني مش كارديوجينيك، كاردياك اوتبوت ابتدى يقل شويه شويه وعليه لما قل الكارديك اوتبوت الدم اللي رايح للكليه قل رينال بلاد فلو، يبقى الكليه ما تتخلصش من الميه بتاعه الجسم، اليوريناري اكسكريشن قل فالبلاد فوليوم يزيد، الميه بتتجمع في الجسم، انحباس حبس في الفينس سيستم. ليه بيقولوا في الفينس سيستم؟ اللي احنا عارفين ان ثلثين الدم 60% من الدم اساسا في الفينس. فاوفر فيو دايز القلب ضعيف بيضعف الكارديك اوتبوت بيقل، الدم اللي رايح للبلمونري بيقل، احتبست الميه زاد البلاد فوليوم لدرجه الان حصل له اكيوت بالمونري اديما، الميه دخلت جوه الالفيولاي اللي هو قلنا ذا بيشنت دراونز ان هيز اون بادي ووتر. ادي تعريف الاكيوت بالمونري الديث اوكيرز افتر فيو اورز، يعني الحاله هتحصل بعد فيو دايز، لكن وانس العان دخل في اكيوت بالمونري اديما تبقى فاهم ان الوفاه متوقعه في غضون ساعات. ثالث طريقه فنتريكولار فايبريليشن. فنتريكولار فايبريليشن مور ويز لارج انفاركشنز، يعني مش ما بتحصلش مع السمول انفاركشنز، مع بيبقى حته الانفاركشن كبيره. تو سبيشالي دينجرس بيريودز، في وقتين خطرين. عاوزك تسمع الكلام ده كويس قوي قوي قوي، في موضوع من اهم الموضوعات لانه السبب الاول الوفاه. طول حالات الوفاه بتسبب الكلام اللي بنحكي فيه ده دلوقتي. One third وده show the mercy of God. لما العيان يحصل له انفاركشن لحته كبيره هيحصل فنتيكو فابريشن، طبعا يعني كان الفنتكل رعشت البطين، الفنتكل ما بينقبضش بيرتعش، يبقى العيان مات.
دي بتحصل في الفيرست 10 minutes. Then after a short period of safety, يعني لمدة ساعة بعد العشر دقايق ما بتحصلش. وتبتدي ممكن تحصل تاني second phase بعد one hour لمدة few hours. ايه قيمة الكلام ده؟ تعال اعلمك. ان عن جاله مايكارد انفاكشن وفي اول عشر دقايق ما حصلوش فنتيكو فابريشن موقفش قلبه وما ماتش. يبقى حضرتك عندك ساعة تاخد هذا العيان وتنقله للمستشفى. لان لو حصلت له الفنتيكو فابريشن هو في المستشفى ممكن يرجعه القلب تاني. يعملوا صدمات للقلب يشغلوه تاني. لكن لو حضرتك حصلت في البيت مش هيشتغل يبقى العيان مات. فربنا مديك سيفتي بيريود. اذا ما ماتش في اول عشر دقايق من حدوث الجلطة هتحصل الفنتيكو فابريشن بعد ساعة ولمدة فيو اورز. لو ما حصلتش بعد كده في المرحله الثانيه غالبا اي عام بيجي له جلطه ما حصلتلوش في الاول الحمد لله ما حصلتلوش بعد فيو اورز غالبا ما بتحصلش بعد دايز. بتحصل هما في مرحلتين اول 10 دقائق وفيو اورز بعد ساعه. فانت عندك ساعه بقى سيفتي بيريد تنقله فيها المستشفى. لدرجه هنا حتى عشان بيخافوا من دي او تصور في مناطق ما هياش خالص مستشفيات. مناطق التجمعات عاملين فيها اجهزه بتعمل الصدمات القلبيه وتشغل قلبه. هي على فكره بتقول لك اما يظهر ضوء دوس بس الزرار فرعان يشتغل قلبه. من كتر ما هم فاهمين ده سبب للوفاه ممكن تفاديه الفنتيكو فابريشن. فالمعلومات ذات قيمه. يعني مش اي قرايه. اللي يجي له مايكارد انفاكشن امتى؟ اول 10 دقائق ممكن يحصل له فنتيكو فابريشن. وعندك ساعه قبل ما يبتدي يحصل تاني فنتيكو فابريشن بعد ساعه ولا مده في اورز. فانت في الساعة دي حاول تنقله للمستشفى وربنا يعينك في المرور. تمام؟ يعني عشان كده التهذب يقتدي ان احنا نوسع العربيات الاسعاف الامبلنس. هنا على فكرة العربيات بتوسع على الجهتين، يعني الجهة اللي جاية منها عربية الاسعاف والجهة المناوئة الناحية التانية المناوئة. ليه؟ عشان ممكن عربية الاسعاف تمشي عكس الاتجاه. لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طيب لكن غالبا لو ما حصلتش في 10 دقائق وافتر 1 اور والمده فيو اورز ليس لايكلي انها تحصل بعد ايام. غالبا ما تحصلش بعد ايام. طب هل في سبب تاني في الطب يدي فنتريكو فابليشن؟ في لو العيان عنده كرونيك كوروناري انسفشنسي. يعني مش انفاركشن، كرونيك انسفشنسي، حاجه زي ذبحه لمده طويله كده. كرونيك كوروناري انسفشن. طب رابع واخر سبب للوفاه rupture of the infarct area. الحته اللي ماتت دي ممكن يحصل لها rupture. وده بيحدث بعد few days. خلاص؟ بيحدث after few days. ان الحته اللي ماتت تتقطع. يخرج منها الدم. يخرج فين بقى؟ البريكارديوم ما تقطعش، ما تلخبطش، يبقى الدم هيتجمع في كيس البريكارديوم حول القلب. عضله القلب انفجر القلب نفسه. بس ما زال حوالين الغشاء اللي هو بتاع البريكارديوم الغشاء التموري فيتجمع فيه الدم يعمل حاله اسمها كاردياك تامبونيت. كلمه تامبونيت يعني دك او دحس، يعني عارف زي ما تقول تدك تدك بالونه او تدحسها كده. فالكاردياك البريكارديوم هيتملي دم. لما يتملي دم هيضغط على مداخل السوبيرو انفيرو فينا كافا في الرايت اتريوم. يعني هتتضغط بقى، ما هو الدم جوه البريكارديوم عمال يزيد والضغط يزيد. قفل مين اكتر حاجه تتقفل؟ لان الضغط فيها قليل الفينز. الفينز الضغط فيها اقل من الار، فيتقفل الفينز اللي رايحه للرايت اتريوم. نو فينس ريتير، نو كاردياك اوتبوت، والعيان يتوفاه الله. دي الاربع اسباب قلتها لك للوفاه في اشهر سبب الوفاه في عالمنا هذا هو الكوروناري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز. طيب هنا عاوز اقول لك when the area of ischemia is large، يعني ناتج الحكايه دي ايه؟ تعال نتفرج مع بعض. لو الحته الاسكيميك لارج في الاخر بتنقسم الى ثلاث اجزاء، او الحته اللي في النص بتموت بتبقى ديد وبتتحول لفايبروس تيشو. الحته اللي حواليها ما بتموتش بس تبقى نون فانكشن. يعني ايه نون فانكشن؟ يعني نو كونتراكشن ونو كوندكشن اوف امبلس. افتكر حاجتين بحرف السي، كونتراكشن مفيش والكوندكشن اوف امبلس مفيش. الحته اللي بره خالص بتنقبض بضعف، تبقى ويك. ادي مصير الانفاركشن. الحته اللي في النص تبقى ديد تيشو،
طب اللي ما ماتش الحته اللي بعدها على طول السيركل اللي حواليها هتبقى نون فانكشن نو كونتراكشن نو كوندكشن والحته اللي بره وي. انا عاوز بس اقول لك حاجه تاني، الكيرف ده مهم يا اولاد بتاع الكورونري بلاد فلو. زي ما انت ملاحظ في الكيرف انه في السيستول بيبقى مينيمال فلو اهو، وفي الدايستول بيبقى ماكسيمم فلو. انا عاوز اقول سؤال ام اس كيو كنا قلناه مع الكاردياك سايكل واحب اعيده تاني. ان من روائع الخلق والخالق ان اعلى كورونري بلاد فلو بيحصل فين؟ مش بس في الدايستول، اسمع دي، ايرلي ان دايستول في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. يعني ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال في الدايستول، سؤال ايرلي ان دايستول، سؤال ايزومتريك كونتراكشن ريلاكسيشن فيز، سؤال ثالث ايزومتريك ريلاكسيشن اسف فيز. يبقى في الدايستول ايرلي دايستول ايه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. وانا برضو عندي تامل، لا تؤجل عمل اليوم الغد، يعني اول ما يبتدي الدايستول الميديتلي يدخل الدم في الكورونري، لان ممكن لو حصل تاكيكارديا للاسكياء فقط قلنا الدايستول هيقصر، يبقى نفرض انه اسر اسر اسر، هنفقد الليت بارت اوف دايستول، عمرنا ما هنفقد الايرلي بارت. عشان كده ربنا خلى المالي مش في الدايستول، ايرلي ان دايستول، لان وراء الخلق قوه عاقله قادرة ومقدرة. ده ثلاث أسئلة MSQ. يبقى معظم الفلو قلناها قبل كده في الدايستول، early in diastol، في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. السؤال ده مكمل، طب وأقل فلو فين؟ في السيستول. فين؟ early in systole في الايزومتريك كونتراكشن فيز. حتى التجانس يخليك تحفظها مع حيات. أعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن، وأقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. اعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن، واقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. طب نيجي التريتمنت بقى وننهي بيه، عاوزين نعالج الحاله. ازاي هنعالج الانجينا بيكتورس؟ تريتمنت هنقسمها الى انجينا بيكتورس ومايكارد انفكشن. انجينا بيكتورس العيان لما يجي له البين بيحط فازودايليتور دراجز ديورينج ذا انجينا اتاك تو ريليف بين، اللي هو زي النيتروجليسرين. في طبعا بيحطه تحت اللسان او في بخاخات بتعمل فازو دايلتيشن للكروناري انستانتينيس في الحال، يعني توسع الكروناري. لسوء الحظ ده بيتوسع كمان السريبرال، فبعض العينين هيلاحظ انه بيجي له هيديك، ما تقلقش يعني ده السايد افكت بتاع الدراج. طيب يبقى ده فازو دايلتيشن. ممكن بقى طيب ما فيش اتاك بس بندي له اذر فازو دايليتور برضه عشان نزود البلاد سبلاي بتاع القلب. مين اذر فازودايليتور؟ زي الاس انهيبيتور، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز، او انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. الادويه دي بتوسع الشرايين وبتستخدم كمان في علاج الضغط على فكره. سبيشالي قلنا، بس ده خارج موضوع نعتبره هوامش، في الناس اللي عندها ضغط وسكر لانها بتحمي الكليه. يعني الادويه دي اوعوا تنسوها، اي واحد عنده قريب عنده ضغط ومعاه سكر احسن دواء ضغط ياخده الاس انهيبيتور والانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. الاس انهيبيتور ساعات في نسبه من العيانين بيخليهم يكحوا لانه بيشتغل على اللنجز فبيعمل لهم اريتيشن. الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر لا، ممكن يديله كالسيوم شانل بلوكر كدايليتور. ما هو الفيسل عشان يكون تراكت يكون ستريكت عاوز كالسيوم، فلما تقفل الكالسيوم شانل بلوكر هيدايليت. ده تستخدمه امتى؟ لو العيان عنده كرونيك ستيبل انجينا. كرونيك بس ستيبل، لكن لو كان انستيبل بيجي له الوجع ديورنج ريست، ده خلاص على حافه الانفاركشن لازم تعالجه، تجري بيه على المستشفى الانستيبل، لان احنا قلنا الانجينا نوعان ستيبل وانستيبل. نيجي بيتا بلوكرز اللي هي بتقلل الكاردياك وورك، عشان خاطر ما احنا قلنا زياده الكاردياك وورك بسبب الاكسرسايز بسبب الايموشنز بتجيب الالم، فدي بتقلل الاحتمال ده. يبقى ده علاج الانجينا بيكتورس في الحال فازودايليتور دراجز اللي هي النيتروجليسرين يا تحت اللسان يا اما بخاخه، اذر فازودايليتور في الكرونيك ستيبل انجينا، وبيتا بلوكرز عشان خاطر تقلل الورك. نيجي بقى المايكارد انفكشن نعمل ايه؟ تريتمنت شود ستارت برومبتلي او ايميديتلي في الحال، مفيش بلا ابطاء. بلا ابطاء اهي ايميديتلي برومبتلي. بندي العيان الاول ثرومبوليتيك ايجنت، اذا كانت الجلطه ما مضاش عليها اكتر من 6 ساعات بقى لها لسه حاصله ممكن يسيحها. ثرومبوليتيك ايجنتس وقدناهم مع البلاد زي ال TPA تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور او الستريبتوكاينيز، ادي امثله.
طب عشان ما يحصلش جلطات جديده بنديله انتي ثرومبوتيك ايجنت اللي هي الانتي كواجلانس يعني اللي هو اشهرهم حتى واضعفهم الاسبرين. خلاص اسبرين الاطفال. يبقى بندي الاثنين حاجه مزيل للجلطه ومانع للتجلط. مزيل للجلطه الحادثه ده اذا كان بقاله فيو اورز وحاجه تمنع الجلطه. الديس ادفانتج بتاعت الحكايه دي ايه؟ انك انت لو احتجت تعمل عن عمليه انت مانع التجلط فالمورتاليتي هتزيد بسبب البليدنج اذا لقيت ان لازم نعمل له كاردياك سيرجي. طيب نيجي بقى ميكانيكال اور سيرجيكال ابروتشز. دي الحقيقه احنا قلنا اهم سبب للوفاه هو الكروناري هارت ديزيز. قلت في فقره المعلومات العامه في اليو اس اخر 100 سنه بسبب التقدم الطبي في اخر 100 سنه تضاعف عمر الانسان. تصور من احد الاسباب هي الكلام اللي هناخده دلوقتي. ميكانيكال اور سيرجيكال ابروتش. الطريقه الاسهل ان احنا او الاهم اسف نبتدي الاول الاصعب اللي هي اورتيك كوروناري باي باس اور كوروناري ارتري باي باس جرافت. حتى لو خدت الحروف الاساسيه تلاقيها اسمها كابج اوبريشن. كوروناري سي ارتري اي باي باس جرافت. ممكن نستخدم في العمليه دي 1 تو 5 يعني يا اما ناخد واحدة جرافت أو لحد خمسة بناخدهم من السبكوتينيوس فينز سواء بتوع الليج زي السافينس أو من الأرض. تعال أفرجك على العملية اهي الكابج أوبريشن. فبناخد جرافت. الجرافت ده بناخده بيبقى فين اللي هو باللون الأسود وطبعا بنقلبه عشان الفالفز تبقى لبره عشان ما تعوقش الفلو. بنوصل وان اند عند الروت اوف ذا اورتا والسكند اند بنحطها ديستال تو ذا بلوكج بعد الحته المقفوله البلوكج. يبقى ده ازاي بنحط الجرافت. خلاص يبقى فكره الناس اللي فاكره ان احنا بنقطع حته من الكوروناري ونركب حته ده كلام بلامرز سباكين. عيب دكتور يقول العبط ده. ما نقطعش حاجه خالص في الكورونايز. احنا الجرافت بنوصله اهو تعلمها اللي هو الكابج اوبريشن. وان اند عند الروت اوف ذا اورتا هتجيب الدم والسكند اند ديستال تو ذا بلوكج اريا. فالدم يمشي من هنا كده عادي يكمل بقى عادي زي الفل. الانسداد ملوش قيمه. تقدر تستخدم واحده لخمسه. معلومات الطريفه اللي بقولها لو كان حد بيسمعني عنده قريب عامل العمليه دي. العمليه دي برغم انها هي الاصعب طبعا انما ات مي بروفايد ذا بيشنت ويز افتح ودنك normal survival expectation يعني يرجع متوسط عمره عادي خالص زي الفل. الاصعب ولكنها هي الاهم. نيجي بقى كورونري انجيوبلاستي يعني تصليح الفيسل. بلاستيك زي بلاستيك اوبريشن وانجيو يعني فيسل. نصلح الكورونري فيسل دي اسهل. عاوز اقول لك ان ثانك جاد العمليه الاصعب واللي هي بتزود متوسط العمر دي ابتدت في الستينات الستينيات من القرن الماضي في 1960. الكروناري انجيوبلاستي دي ابتدت في الثمانينات 1980. يبقى دي في الستينات العمليه الاصعب وهي الاهم. الحمد لله بدانا بيها. وبعدين في الثمانينات عملوا بقى الكروناري انجيوبلاستي اللي هو بيشمل ايه؟ نجيب بالون ندخلها بكاردياك كاسيتر. هنا قسطره بقى ما فيش فتح ما بنفتحش الاسترنال. وخد بالك هم يسموه عمليات قلب مفتوح الاولانيه ما بنفتحش قلب خالص. اديك شفت العمليه مفيش فتح القلب فالان بس بنخضه بلا يقول لك عمليه قلب مفتوح. احنا فاتحين على القلب مش فاتحين القلب. في ديفرنس في اللغه يعني ناشرين الاسترنم وفاتحين على القلب مش فاتحين عضله القلب. احب الناس تسمعني كويس. هنا نحط بالونه قسطره نحطها قلنا من الفيمورال في الرجل يا من البريك الارتي في الدراع. ممكن دي وممكن دي. وندخل بالونه لحد الحته المقفوله وننفخها. دي بتوسع ثلاث لاربع مرات الشريان. وممكن عشان ما ينغلقش تاني ممكن اند اور نحط معاها ستنت. ستنت يعني دعامه. وفي نوع من الدعامات بتبقى دراج ايلوتنج ستنت يعني بتطلع دواء تمنع تكوين السكار تيشو. هو عيب الستنت. الستنت دي بتبقى ايه على فكره؟ بتبقى ستينلس بتبقى ستيل يعني
في شكل مش مش يعني مش آسف مش يعني شبكة مش من الستينلس ستيل يعني ستينلس ستيل مش حاجة بس رائعة جدا. بس هي بقى بتنديوس بتعمل خلي يتكون فايبر تيشو يقفلها تاني. فممكن لو الستنت دي بتطلع دراج يمنع تكوين السكار او الفايبرس تيشو which prevents excessive growth of scar tissue. طب ليه العملية احسن من الانجيوبلاستي؟ لانه بيحصل ريستينوزيس يعني بيرجع تقفل تاني في 25-40% من البيشنت اللي بيتعالجوا بالانجيوبلاستي. طيب برضو عشان يعني احنا مدققين، هل في نيوار بروسيديورز، في حاجة جديدة دلوقتي؟ تعال نعلمكم كلام حلو عشان تبقوا دكاترة هايلين. النهاردة بيستخدموا ليزر بيم بيطلق من التيب اوف كاردياك ارتري كاثتر، يعني الكاردياك الكوروناري ارتري كاثتر دخلوا قسطرة من التيب بتاعها بنطلع ليزر بيم شعاع ليزر بيديزولف بيسيح الاثيروسكلروتيك ليجن من غير ما يعمل دامج لبقية الارتيريال وول without damaging the remainder of the arterial wall. دي الحاجة الجديدة خالص دلوقتي اللي هو ليزر بيم في ال tip of the catheter يسيح ال atherosclerotic plaque اللي هي هتعمل infarction ومن غير ما يأثر على بقية الارتي. وطبعا اخر حاجة بقولها ان العيان اللي جاله infarction مش انجين absolute body rest during the recovery process، يعني اللي جاله infarction لازم يعمل absolute rest على الاقل 6 أسابيع. والا عاوز بقى اختم بدي وكل الناس تسمعني كويس، هيحصل واحد يقول لي ما ارتحتش وماشي زي الفل وبتاع، غلط اللي بتعمله. هيحصل لك حاجه اسمها coronary steel syndrome. steel يعني سرقه. ليه؟ اللي مش هيرتاح احنا عاوزين نريح القلب على قدر المستطاع، لان لو ما ارتاحش القلب الحته اللي ما فيهاش انفاركشن مشتغل اكتر، فهتاخد دم اكتر، هتسرق دم من الحته الانفاركت. فبدل ما الليجن يرسى على حاجه خفيفه هيرسى على مساحه اكبر، عشان كده سموها كوروناري ستيل سيندروم. فمن فضلكم عشان خاطري، الناس اللي عندهم قرايب او مرضى عندهم انفاركشن تدققوا في النقطه الاخيره دي. واديك عرفتها، في حاجة في الطب اسمها كوروناري ستيل سندروم، ان لو العيان ما ارتاحش راحة تامة اي حتة هتبقى مور اكتف، هتسحب دم خصما من المنطقة اللي هي اوريدي بتتطور جوعا للبلاد. فبدل ما الانفاركشن يأثر في حتة صغيرة هيأثر في حتة اكبر. كوروناري ستيل سندروم. طبعا بنعرف كفاءة القلب بعد ما حصل انفاركشن بايه، اهم حاجة الإيجكشن فراكشن. الإيجكشن فراكشن بتاع العيان لازم يبقى في حدود، افتكروا رقم 55 خمستين اهو، هو طبعا من 55-60% خلاص، ده الإيجكشن فراكشن. طبعا لما الحته الانفاركت كبيره بيبقى الإيجكشن فراكشن اقل، معناه القلب بيشتغل اقل. بس انا عاوز اقول لكم حاجه، الإيجكشن فراكشن برضو بيتحسن، لان الحته اللي فاضله سليمه بيحصل لها زي اللي بيلعب رياضه بتقوى، فالايجكشن فراكشن ممكن يتحسن حتى لو كان واطي. الحاجه الثانيه، حتى في حالات اللارج انفاركشن انا بحب ادي امل للناس، لو الكاردياك ريزيرف احتياطي القلب مفروض من 300-400%، يعني القلب يمكنه اداء مجهود اكتر من الديورنج ريست 3-4 مرات. لو هذا الريزيرف نزل ل 100% بس، يعني نزل من 300-400% الى 100%، ستيل ده كافي العيانين الانفاركشن اللي حصل لهم لارج انفاركشن انه يمارس النورمال ديلي اكتيفيتيز، مش هنعمل حاجات غريبه. ولا تنسى، ونتمنى الصحه للجميع، انك العيان بتاعك اللي عنده انفاركشن او قريبك اللي عنده انفاركشن لازم راح مش ريست، ابسولوت بيد ريست. كلما ارتاح اكثر في الاسابيع الاولى ده افيد، لانه اي مجهود هيعمله الحته دي هتاخد دم اكثر خصما من الحته اللي اوريدي اسكيميك الدم بتاعها قليل الانفاكشن، والانفاكشن هينتهي بقطعه اكبر، هتخسر حته اكبر في القلب، عشان كده سموها كوروناري ستيل سندروم. اشكركم على حسن انصاتكم، ونلتقي باذن الله في محاضره قادمه، وحتى ذلك الحين اسال الله لجميعكم التوفيق. شكرا.